السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم بكل خير. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. أبدأ بالترحيب بضيوفي مع حفظ الألقاب مشاركيني في حلقة اليوم: الكابتن عبد الله خوقير، أستاذ دباس الدوسري، الأستاذ سطام السهلي، الأستاذ عبد الله بن زنان، الأستاذ طارق النوفل، والأستاذ فواز الشريف. حياكم الله جميعا. الله يسلمك يا حبيبي. نبدأ حلقتنا بآخر الأخبار الرياضية، نتابع. وصل البرازيلي نيمار جونيور إلى العاصمة الرياض تمهيدا للانضمام إلى فريق الهلال بعد أن وقع عقدا مع النادي خلال الأيام الماضية، حيث سيقام حفل تقديم اللاعب في مباراة الفريق أمام نادي الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين. أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن استثمار السعودية بالمال لجلب اللاعبين العالميين يعد أمرا عادلا، طالما أن عملية الصرف تتم وفقا لأهداف معينة منها تحسين الدوري، مؤكدا أن هذا حق مشروع. أشار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إلى أن السعودية صعبت على جميع الأندية سوق الانتقالات العالمية، وذلك بعد فشل فريقه في السوق الحالية، مشيرا إلى أن مغادرة أي لاعب تعد واردة. أنهت إدارة نادي الوحدة إجراءات التعاقد مع اللاعب نواف العزيزي ليدعم مركز صانع الألعاب في الفريق الأول، حيث يعد العزيزي ضمن أفضل صانعي الألعاب المحليين في دوري يلو الموسم الماضي. كانت هذه آخر الأخبار الرياضية. وصول نيمار إلى الرياض، متابعة كبيرة لوصول هذا النجم للرياض والتوقيع الرسمي مع نادي الهلال في الفترة المقبلة. بالتأكيد هذا النجم الكبير وهذا الحضور الجماهيري الكبير في استقباله يؤكد شعبية هذا اللاعب، ويؤكد أيضا الجماهيرية الكبيرة اللي يحظى فيها نادي الهلال. أبدأ معك أبو ماجد عن وصول نيمار. أكيد لاعب بحجم نيمار والشهرة العالمية هذه والجماهير والشغف اللي إنه جماهير الهلال بتنتظر لاعب بقيمة عالية من فئة إيه وصل الرياضة اليوم، وطبيعي جدا يعني الحضور الجماهيري. وجمهور الهلال أنت عارف جمهور كبير ما شاء الله، وجودهم حضورهم في المطار، شوف المصورين وشوف المراسلين وشوف عدد الجماهير، حقيقة برضو شيء كويس. أهو أعتقد وصل هو وأسرته وعائلته، وحاجة جدا يعني خلاص نيمار الآن في الهلال في الرياض، الهلالية الآن من حقهم، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نعم عبد الله بن زنان، وصول نيمار أبد لاعب كبير وحيكون إضافة كبيرة جدا للدوري السعودي، وسعيدين بصراحة بكل الأسماء اللي وصلت للدوري بأنه راح تعطي يعني مؤشر على جودة الحياة. علاقة جودة الحياة بصناعة الرياضة هذه في برنامج في الأمم المتحدة تحدثوا عن المستوطنات البشرية، فيعني من ضمن المؤشرات أنه صناعة الرياضة يعني وازدهار الرياضة يكون من أساسيات ومؤشرات الاستدامة البيئية واستدامة الحياة وروعتها وجودتها. اللي قاعد يصير في رياضتنا شيء رائع جدا ومفخرة لنا كسعوديين ومفخرة لكل العرب. نعم أبو علي سطام السهلي، الزخم الإعلامي الكبير اللي واكب وصول هذا النجم، مختلف القنوات المحلية والخارجية كانت تنتظر وصول نيمار إلى الرياض. والله شوف اليوم إذا نتكلم عن نيمار ما نتكلم عن الهلال أنه جاب محترف، يعني مو غريب أن الهلال أو النصر عنده يجيبوا محترف، لكن نتكلم اليوم القيمة الفنية لحضور نيمار لدوري روشن، القيمة الفنية لاسم نيمار. اليوم أنت جلبت كابتن منتخب البرازيل، البرازيل يلعب بعد شهرين مباراة، اللي راح يقود منتخب البرازيل يلعب عندك بالدوري السعودي. نعم. يعني هذه القيمة اليوم نيمار اسم، يعني أنا أقول لك حتى على المستوى الفني أنا أعتقد أنه ضربة، يعني خلينا نقول اسمه أقول أخوان المصري، ضربة معلم للهلال.
يعني كقيمة فنية، كقيمة اسم، كقيمة دعم معنوي لهذا الدوري. أنا أعتقد اليوم أكبر مكسب اليوم حصله في دوري روشن وجود النجوم، يعني أعتقد من ضمن الأسماء نيمار وجوده أنا أتوقع اليوم يعني اسم مؤثر في عالم كرة القدم، واسم سيسلط الضوء. أنت في اسم الإعلام يلحقه، وفي اسم هو يبي الإعلام يجيه، لكن نيمار من نوعية الإعلام وكالات الإعلام اليوم كانت تكلمت عن الحدث هذا اللي صار اليوم. نعم. نيمار تحديدا أعتقد لو تكلمنا في الآونة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة نتكلم عنه منهم أفضل ثلاث لاعبين موجودين في الساحة، هم ثلاثة فقط. صح. ميسي. ميسي. رونالدو. كريستيانو. نيمار. حتى لو يحقق نيمار الأفضلية في العالم لكن يبقى براند ماركة. يعني تتكلم عن شهرة ولا تتكلم على فنيا؟ لا من ناحية فنية أتكلم. إيه؟ حتى من ناحية شهرة ممكن نيمار يتفوق حتى على ميسي. تكلم من ناحية الإعلامية ولفت الأنظار والإعلام وحرص على أخبار، نيمار يتفوق في هذا الشيء، لعيب في الموضوع. صح. هذا فلكن تخيل عندما يكون في مؤتمرات صحفية لمباريات عادية في الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم. نعم. السؤال المطروح دائما كلمة الدوري السعودي. نعم. الدوري السعودي، الدوري فرض نفسه بقوة، وكان هناك وعد بأن يكون من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم. أنا الآن أراهن على أنه لن يكون من ضمن 10 فقط، لكن أقول لك حيدخل ضمن 5 أو 6 الأفضل أفضلية في العالم. دخل تصنيف الثامن. إيه نعم. أنا متأكد إن شاء الله، وهذا المشروع لا يعني مع استمراره وحضور بقية النجوم العالم بكل تأكيد أنه بيكون لمكانة الدوري السعودي أفضل بكثير. عندما تشاهد كل وسائل الإعلام في تقرير عدة الزملاء في قبل أمس في حلقة قبل أمس كان تقرير جبار تتحدث عن قنوات عالمية. صح. قنوات عالمية بكل أشكالها تتحدث عن حضور نيمار فقط. نترك كريستيانو. لما تتكلم عن نيمار هو الآن ثالث أفضل نجم في العالم ويحضر للسعودية ومن قبل كريستيانو، ونتحدث عن حتى عن لعيبة اللعيبة النجوم في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني يحضر عندك في السعودية، إحنا أمام احتفالية. أنا متأكد أن حتى السوبر الأوروبي كان له صدى كبير جدا، حتى الآن ما اهتمت بقدر ما اهتمت بحضور نيمار. أنا متأكد أن مباراة النصر الهلال القادمة بمثابة السوبر الأوروبي، أتكلم عن إعلاميا وفنيا. نعم. أبو ساري أنشيلوتي تصريحه أنه حق مشروع للكرة السعودية جلب هاللاعبين، هذا تصريح إنسان عاقل يعني يعرف طالما أنك أنت تشتغل وفق النظام وفق سياسة اللعب النظيف ووسط المنافسة العادلة، أنت عندك قدرة مالية، أنت هدفك تطور دوريك، إذا من حقك أنك تبذل. يعني هو مدرب عاقل متمكن عالمي عارف وش معنى الاحتراف، يعرف أن فيه دوريات تخطط لأنها تتقدم إلى الأمام وتنافس. هذا حقك. يعني إحنا كان نستغرب من كلام كلوب اللي يعني أنت وش تبغى بالضبط. يعني لا حد يفاوض، لا حد يدخل الميركاتو، اتركوني براحتي، انا عندي اداره يعني ميزانيتها محدوده وصرفها محدود وما يبغون يصرفون كثير، فلا حد يتدخل في السوق الين انا اخلص اللي ابيه بتراب الفلوس. لا مو على كيفك. انت تبغى اللعيبه يجونك مجانا؟ لا مو راح يجونك. وعلى فكره ترى مو اللعيبه اصلا يروحون يمين ويسار، اللعيبه البارزين يعني قبل ما يدخل السوق السعودي، قبل ما يدخل الدوري السعودي السوق الاوروبي بهالقوه ذي، وكان اللعيبه يروحون منك يمين ويسار. ذكرت القوه هذه ابو سعد، ابرز اللعيبه يروح ياخذوا مانشستر سيتي ما يجون عندك او الريال. نعم ذكرت القوه. الان انت لما تستطيع انك تخطف لاعبين من برشلونه، من مانشستر سيتي، من ليفربول ايضا، اللي بالتاكيد تصريح كلوب هذا يعني انه واجه صعوبه بسبب القوه الشرائيه اللي موجوده الان في كره القدم السعوديه. بالضبط. نعم. طيب فواز ايش رايك في الموضوع؟ رأيي إنه إحنا أصلاً من سمعنا الخبر قبل وصول الكابتن إحنا سعداء جداً بهذه القيمة. لا أنا أتكلم تصاريح المدربين. تصاريح المدربين طبيعية، أول شيء أنت تكون جزء من تداول العالم يعني سواء كانت سلبية أو إيجابية، وبعضهم كل واحد له وجهة نظر. الكلام اللي كانوا قالوا يورغن كلوب في المرة الأولى الآن بدأ تظهر ملامحه إنه هو وجد صعوبة في الحصول على لاعبين مميزين، وهذا
شأنه. نتحدث عن إنشيلوتي مثلا اسم كبير ويعني حاصل على اللقب على مستوى القارة الأوروبية ورجل متزن يدرك بأنه هذا حق مشاع. الحقيقة الأحاديث ودخولنا وخوضنا مستوى الرأي العام والرأي الفني والإداري من الأوروبيين يعطينا هو هذا الجزء من الزخم اللي احنا نسعى له كمكون للدوري السعودي. بعض الملاحظات من الإعلاميين السعوديين اللي أنا أعتقد أنهم يعني يريت يستوعبوا المشروع الكبير أنه يحاول يذهب إلى ثنائيات إحنا أفضل من دوري فلان وإحنا دورينا أفضل. هذا دوري منطقة كبير يشمل كل الجماهير وإحنا دورنا أن نستقطب الجماهير من العالم نقول لهم أهلا وسهلا بكم في الدوري السعودي الدوري الكبير الدوري العظيم. وبالتالي حتى رسالتنا للجماهير ورسالتنا بس أنا ما فهم جزئية الإعلاميين أبو يا ابني لا قاعد أنا إيش 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 جزئية الإعلاميين الثنائيات الثنائيات هذا إيش تقصد فيها؟ يعني بعض الإعلاميين يخرج في تغريدات وكتابات الدوري السعودي أفضل من دوريكم دورينا أفضل من دوريكم لناس هم جزء من مكون الدوري السعودي جماهيره ومحبينه سواء كان في مصر في الخليج العربي في أنت تقصد الجمهور المصري؟ تقصد الجمهور المصري؟ سواء الجمهور المصري أنا أتكلم بشكل عام إنه هذه الفكرة دي فكرة قديمة زائلة انتهت. إحنا الآن نمثل واجهة لعمل كبير وضخم على مستوى كرة القدم. إحنا جزء من العالم الأول لما نقول العالم الأول في كرة القدم إحنا الآن ركن من أركان العالم الأول لكرة القدم. عندنا كل المكونات عندنا كل الأساسيات اللي إحنا نرتكز عليها بنية تحتية جماهير نقل تلفزيوني إعلام حفاوة بالنجوم وهذا يقودنا أيضا للترحيب بنيمار أحد عمالقة كرة القدم البرازيليين المحببين الماركة الجميلة اللي حتحضر في نادي الهلال. نعم أنا متفق معك في قضية المقارنات. المقارنات يعني ما تصح في 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 فوارق كبيرة. أنت لما تصنف أنك أنت الدوري الثامن فبالتأكيد أنك أفضل من كل الدوريات اللي في المنطقة العربية بالذات في الشرق الأوسط بشكل عام حتى في شرق آسيا. اليوم تتكلم على مركز الثامن. عموما التصريحات اللي ذكرها كلوب ترى على فكرة هذه المفروض نفرح فيها ننبسط فيها ترى صحيح هذه تبين القوة اللي موجودة عندك تبين وتبين أيضا أنه في ناس سواء مؤيدين أو ممتعضين يعني من الوضع اللي قاعد يصير في كرة القدم السعودية. تفضل أبو نواف في إضافة بسيطة أنه المملكة العربية السعودية الآن وصلت لمرحلة الأثر وليس التأثير. في فرق بين التأثير وبين الأثر. إحنا الآن في خطوات بدأنا فيها في محاولة صنع الأثر. نترك له العالم كل الحديث ومن حق مشروع للمملكة العربية السعودية أنها تدخل مجال الاستثمار الرياضي بقوة وبذكاء وعلى أساسات ثابتة ومعروفة ورؤية واضحة جدا. يعني حجم الاستثمار الرياضي في العالم دخل الاستثمار الرياضي في العالم 765 مليار دولار. هذه الكعكة العالمية احنا ايش ينقصنا ما ناخذ منها يعني بالعكس دولتنا قائمة وقادتنا يحملون من الفكر ومن الرؤية ومن الطموحات ومن الأهداف الشيء الكبير وكذلك الشعب السعودي وأبنائنا وبناتنا ما شاء الله تبارك الله. فإحنا ما إحنا ناقصنا شيء سواء في تنظيم بطولات أو في إعلام رياضي أو في نقل تلفزيوني أو كل الأمور والخدمات المساندة. إحنا قادرين كأبناء السعودية على صنع الأثر وليس التأثير. نترك لهم التأثير يتكلمون براحتهم يزعلون يرضون هذا مو مهم. إحنا لنا الفعل ولنا الأثر اللي بيبقى على مدى سنوات طويلة جدا والمكان اللي راح توصل للسعودية ما راح تتنازل عنه مثل ما تنازلت دول أخرى حاولت تصنع ثورة رياضية في بعض الدول مثل الصين وغيرها. الثورة هذه ما استمرت أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات وانتهت. الرؤية والأساسات اللي تقوم عليها الرياضة السعودية الآن ليست على مدى قصير هي رؤية بعيدة المدى وراح نجني آثارها ومن حق المملكة العربية السعودية أنها تكون داخلة في مجال الاستثمار الرياضي وصناعة الرياضة كأي دولة في العالم. نعم التعاون يكسب النصر بهدفين دون مقابل في مباراة ممتعة. نشوف أهداف المباراة. الفرصة المحاولة التعاون النصية والهدف جول للولفز روعة 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 من لها غير
بعد ذلك الرقصة، الفرحة، الارتقاء. طويلة الكرة للأمام، رأسية بعد ذلك إلى آلف تيل بدون تركيز، خطيرة تعاونية ولمسة حلوة حلوة حلوة، وكرة وفرصة ومحاولة للتعاون ولمسة، يا إلهي والله وفعلوها الرجالة، هدف مثير يا تعاون، الله الله، أي نهاية يا تعاون، أي نهاية يا وولفز، أي نهاية يا تعاون، عمل كبير جدا فعلوها، نعم في اللحظات الأخيرة فعلوها بعد أن صبروا. ألف مبروك لفريق التعاون، حضور مميز جدا في هذه المباراة. نتكلم على الشوط الأول بالذات اللي استطاع فيه التعاون أن يخلق أكثر من فرصة، كان قريب من تسجيل هدف واثنين وأكثر كذلك، لكن بكل تأكيد صمد فريق التعاون في الشوط الثاني أمام سيل الهجمات النصراوية، استطاع في النهاية أن يعزز بالهدف الثاني في آخر المباراة. أبو ساري، شفت المباراة، إيش رأيك؟ طبعا انا ماشي، هذه الخساره الثانيه ابو ساري. اي بس انا ما راح ابدا في الخساره الثانيه، انا بروح للتعاون في البدايه. انا اقول الف 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 مبروك لاداره ولاعبي وجمهور سكري القصيم، نادي التعاون، زعيم انديه القصيم، اللي دائما في كل موسم يثبت انه واحد من اهم واعرق الانديه السعوديه المشاركه في دورينا، دائما له بصمه، دائما له حضور، فريق له اسم، له مكانة، له حضور. وأنا أتوقع إن شاء الله وأتمنى بحكم أن التعاون عشق الطفولة أن السنة هذه إن شاء الله على يعني نفوز بواحد من البطولات، إن شاء الله إذا ما كان الدوري يكون كأس الملك بإذن الواحد الأحد، وتهنية خاصة لكبير التعاونيين. تصمل على ذي بس أنها عشق الطفولة التعاون؟ لا، علاقتي مع التعاون قديمة، ترى من 96، من مباراة اللي فاز فيها التعاون على الرائد 5-1، وفي قصة عشق كبيرة بيني وبين جمهور التعاون. وما أنسى أني أبارك لكبير التعاونيين الأستاذ عبد العزيز الحميد. نعم. طيب. بالنسبة لخسارة النصر، أي واحد يقول لك أن النصر ممكن يخسر مباراتين في أول الدوري، أنا أعتقد أنه يعني جالس يحلم. يعني ما أحد توقع أبداً أن النصر ممكن يكون بهذا الوضع كنتائج. ما أتكلم عن أمور فنية، أمور فنية ممكن يفصلون فيها الشباب، أتكلم أنت 0-6، وأنت يعني في فترة إعداد تعتبر قالوا فترة نموذجية. إعداد نموذجي، سواء في البرتغال، في اليابان، أيضا البطولة العربية توجت باللقب، يعني مهما يكن يعني ما توصل لمرحلة أنك تخسر مباريتين في بداية الدوري، هذه أنا أعتقد أنها ضربة قوية جدا جدا، وحتأثر على النصر في كل الدوري، لأن الدوري أصلا من حيحسمه في الأخير؟ الأقل خسارة للنقاط. أن تخسر مباراتين في بداية الدوري، يتخيل الاتحاد يفوز والهلال يفوز، كيف حيكون وضعه؟ والأهلي يفوز، كيف حيكون وضعك؟ منافسينك يتقدمون عليك في النقاط. وضع النصر صعب جدا جدا، ولكن برضو ممكن تقول أن النصر قابل الاتفاق، والاتفاق طبعا عناصره وإعداده، من فترة الإعداد احنا نعرف أن عناصريا الاتفاق السنة هذه غير، أيضا التعاون اسم كبير وقوي، فيمكن هذا ساهم في الخسارتين، لأنك تقابل التعاون وتقابل الاتفاق في بداية الدوري مو بعذر، ولكن بشكل عام الاتفاق والتعاون أنا أعتبرهم دائما هم اللي يصيرون بعد الفرق الثلاثة، تلاقيهم بالذات التعاون تلقى الرابع الخامس في كثير من المواسم الماضية. ولكن أنا أعتقد أنها صدمة كبيرة لجمهور النصر، وأنا كنصراوي وعشق طفولة النصر مصدوم من النتيجتين. ما ندري عنه، ما صملت دقيقة على التعاون. أنا للعلمك أنا قريب من كل الأندية السعودية. بالله أبو ساري، أي شيء برا خلى برا. طيب أبو ماجد، شخصية التعاون اليوم صراحة أنا عجبتني كثير، الهدوء، الرزانة في الفريق، أنت تلعب قدام فريق مدجج بالنجوم مع ذلك تظهر بهالمستوى وبهالثقة العالية اللي كان عليها فريق التعاون.
حقيقة نادي التعاون له ثلاثة أربع سنوات، أربع سنوات الأخيرة، بخمس سنوات الأخيرة الشخصية هذه موجودة من المباريات، من فوزه على نادي الهلال في الملعب نفسه هذا اللي هو مرسول بارك، فاكر المباراة هذه؟ وحصوله على بطولة، فوز على مين؟ على نادي الهلال، كان فاز أعتقد بنتيجة أيوة كبيرة. أيوة الشخصية توجد عند نادي التعاون، يعني خلال أربع سنوات الماضية كل دوري كل المباريات بينخفض المستوى شوية، بيصير كذا بيصير كذا، كنا بنتكلم برضو العام الماضي على نادي التعاون، بس الشخصية موجودة حقيقة. الإدارة اللي بتعمل وهم نفسهم مشكلين يعني حاجة إنه لازم نعمل حاجة للقصيم لنادي التعاون ويكون لنا حضور أمام نادي زي نادي النصر اليوم. أنا تابعت لقطات حقيقة، شوف التوفيق لما يلازم الفريق ويلازم أنا ويكون العكس سوء التوفيق ما في حظ. أنا شفت كرتين في العارضة ثلاثة بتنشات على نادي التعاون ما بتسجل، الحارس بيصدها، المدافعين، عدم توفيق من المهاجمين نادي النصر. خلينا متفقين أن المباراة كلها مسيطر عليها تقريبا 70% نادي النصر، لكن الشخصية موجودة حق التعاون أنه يسجل. توامبا معروف أنه هداف، في أي لحظة يسجل نادي التعاون بيلعب الكرة السهلة وبيسجل على طول. بالتالي نحن متفقين أن نادي التعاون له كم سنة، وبقول لك وما زال وبكرة وبعده حيقابل الهلال بنيمار وحيقابل، وحتشوف شخصية التعاون موجودة لأنه هي هي الشخصية. لو لاحظت الأربع السنين في مباراة تفلت منه، في مباراة يتعادل فيها، لكن التركيبة حقت نادي التعاون، مجلس إدارة، مدرب، جماهير، أعضاء شرف، عندهم استقرار كبير أبو نواف. صحيح، أنا شايف عندهم استقرار كبير، حتى جماهيرهم حتى دباس معاهم ما شاء الله، يعني الشكل العام كده إنه نادي التعاون ماشي صحيح. بس المنافس اللي قدامه قوي، بتكلم على نادي النصر هو بيلعب اليوم قدام أقوى مهاجمين في العالم، ماني وكريستيانو رونالدو، لكن واقف ودافع ودافع وكسب المباراة، هجمة مرتدة جاب الهدف الثاني. الشخصية موجودة وبيلعب كورة حلوة، ما هو بس خلينا متفقين انه نادي النصر هو اللي مسيطر على المباراة، هو اللي مسيطر على المباراة. المشكلة في ضياع الفرص النادي النصر في اكثر من مباراة، طبعا كريستيانو موجود وماني داعم موجود، مباراة الاتفاق، مباراة التعاون، انت بتتكلم على ست نقاط خسرتها وتبى تنافس على الدوري من البداية في الوقت اللي انت ست نقاط حيكون الهلال والاتحاد، خلينا ست نقاط كثير كثير كثير. هي صحيح المباريات الاثنين اللي لعبتها مع فرق زي الاتفاق فريق يعني متوسط، التعاون فريق فوق المتوسط، فريق منافس يعتبر شبه منافس، لكن ما هو الهلال، مو الاتحاد، مو الاهلي اللي حينافسك على بطولة. اقول لك اياها بصراحة، حتقولي انت بتتكلم على التعاون وتبعد عن المنافسة في الدوري، اقدر اقول لك التعاون في الدوري لا، لكن ممكن في كاس، في كاس يعني يحصل على بطولة كاس تمشي معه الأمور. إيه أما طيب. دوري، الدوري صعب على التعاون. وعلي إيش رأيك؟ والله بداية نقول مبروك للتعاون، مباراة كبيرة، يعني تركيز عالي صراحة من لاعبي التعاون اليوم على مستوى المباراة وعلى مستوى النجوم فرضية الملعب، على مستوى الضغط اللي عانوه لاعبين التعاون على مدار 90 دقيقة. نقول هارد لك للنصر اليوم، إذا بتكلم في عالم مفهوم الكرة اليوم النصر سوى كل شيء بالمباراة بس ما سجل. يعني إذا نتكلم فنيا النصر سوى كل اللي يقدر عليه، لكن للأسف إذا تقول سوء حظ، سوء طالع، عدم توفيق، عدم تركيز، كل هذه الأمور مقبولة في مباراة اليوم أمام التعاون. لكن اليوم أنت أمام سيناريو، النصر اختار نفسه أسوأ سيناريو أنك تبدأ الموسم في أول مباراتين أنت خسران 6 نقاط. هذا أسوأ سيناريو ممكن يحصل، خاصة نقول دائما لفرق المقدمة الست اللي يكونون اللي ضامنين نفسهم أنهم يوصلون ينافسون على مستوى الدوري. لذلك أنا أتوقع اليوم ايضا النصر اليوم في فقدان 6 نقاط وضع نفسه في موقف جدا حرج. النجوم اللي موجودين اتوقع يعني نخلص من سالفه اني انا جاي لرينالدو ماني ايا كان الاسم، انا اليوم لازم احصد نقاط، لازم اعدل المستوى الفني للفريق، لازم ارفع رتم المباراه، لازم اني اسجل. ماكو فايده اذا نلعب اليوم انقل كره ولا استحوذ. اليوم شفنا الاستحواذ فيه سلبي فيه ايجابي، اليوم كان استحواذ نعم فيه ايجابي، لكن كان دفاع التعاون عرف انه يسكر كل مفاتيح لعب النصر.
بغض النظر بتقول لي في خطأ تحكيمي بلنتي، نعم بس أنت في النهاية ما سجلت، بتقول لي والله ضغط، نعم التعاون استطاع أن كل كراتك يسكر أرضية الملعب في الثلث الأول واستطاع أن يلعب حسب إمكانياته، أنت لعبت إمكانياتك، لكن أتوقع اليوم ما وجدت الحلول المناسبة، ما وجدت الحلول المناسبة لفتح هذه المباراة والكسب النقاط الثلاثة، ذاك أنا أتوقع اليوم أسوأ سيناريو للنصر والجماهير اللي حصل اليوم. نعم ثبات أربع لاعبين فواز في التعاون الموسم الماضي أجانب أعطى فريق استقرار مع مدربهم، شفنا الشخصية اللي ظهر فيها فريق التعاون يستاهلون الفوز. جزء من نبارك للتعاون، هو جزء من شخصية التعاون، نفس الثبات نفس المدرسة الفنية المدرب نفس هذا، وإحنا نقول دائما الفرق المتوسطة هذه بحاجة إلى رجل مدرب لديه الخبث التدريبي والمكر والدهاء، محاولة اصطياد الفرق الكبيرة والخروج منها بأقل الخسائر. نعم. لكن لو جينا على مستوى المقابل النصر، لازلت عند قناعتي وكلامي قبل بطولة العرب وبعد بطولة العرب. النصر يفتقد إلى لاعب صندوق هداف، جزء من الثانية يسجل وجزء من الكرة يسجل مهما ركض، يعني قالوا ساديو ماني لاعب طرف، حتى في ليفربول ما كان لاعب صندوق، قالوا كريستيانو ما يلعب صندوق، ما حطيت كريستيانو، اللاعب الهداف يختلف، هو الذي يستطيع أن يختلق، حتى لو أردنا أن نختلق هو الذي يستطيع أن يحصل على ركلة جزاء، يستطيع أن يسجل، يستطيع أن يكون مؤثر داخل اثنين سناتر الفريق المنافس. اللي أنا أقوله أن لازلت أقول النصر محتاج لاعب. سألتك المرة اللي راحت أبو سارة قلت لك على حساب مين الهداف اللي تبغاه؟ أقول هو محتاج لاعب هداف خط الستة في الصندوق تماما، تسميه محطة سميه هداف، المهم يكون موجود على حساب مين. محتاج بقول الاحتياجات محتاج حارس مرمى، وهذا أمر ضروري، حتى وإن كان العقيدي ممتاز أو وليد عبد الله ممتاز هذا موضوع ثاني، مشروع هوية فريق تبنى من المرمى. ثلاثة قلب دفاع، النصر في مباراتين خرج ماد وغاب ماد وخرج العمري أصيب العمري، خرج لجامي أصيب لجامي، جيبوا فتيل طلعوا مدري، في نفس هذه الفترة خرج أليكس جيب نزل كونان، في الخط نفسه الخط الدفاع على حساب مين أنا ما أدري إيش الخيارات المتبقية للنصر، إيش اللاعبين الموجودين، لكن النصر بحاجة إلى هداف. آخر دوري حققوا النصر نتكلم عنه كان عنده ثلاث لعبات تنقطع الكرة من المحاور تروح مرابط يرميها الحمد الله سجل جول انتهت اللعبة، يكون جيليانو صحيح يلعب برا 18 ويعمل كذا، لكن أحيانا يكون أنت عندك نهج للهدف أكثر من النهج للسيطرة والاستحواذ واللعب. أبو محمد دفع النصر ثمن الإعداد المبالغ فيه، أتكلم من ناحية عدد المباريات في 21 يوم تلعب 9 مباريات، دخل مجهد الفريق في بطولة الدوري. لا أنا والدليل أنت تتكلم على أول مباراة شارك فيها الفريق الثاني. إيه هذا اللي أنا بتكلم عنه. لكن أعترض في موضوع أنه يكون فترة الإعداد تكون فترة إعداد جادة، بالعكس النصر استعد استعداد جاد وقوي، صفقات معيار ثقيل ما فيها كلام، تكوين الفريق أنا أشوفه تم بشكل ممتاز، الضغط ولعب أمام فرق عالمية واستعد بشكل جميل، نتائج جميلة، الكل استبشر أنه حيكون موسم عظيم لنادي النصر، لكن في البطولة العربية أول ما جاء لعب من أول ما وصل للطيارة كان في نفس يوم المباراة مع الشباب وتعادل مع الشباب، نفس الوضع الآن عندك في الدوري أصبح مرهق لا يمكن يلعب خلال 48 ساعة مبارتين. خسارة الأولى بالنسبة لي أقول لك أنها حتى لو خسر الهلال هو الهلال ما ألوم أطلاقا هذه المباراة، لكن التعاون معروف مع الأندية الكبيرة يعني المشكلة إحنا نتناقش النصر ونترك التعاون. أول شيء ألف مبروك للتعاون، فريق كبير لا يمكن أن نجعل فوزه الآن مفاجأة إطلاقا مهما كان، حتى لو كان من يكون مع النصر إطلاقا ما في يعني لابد أن نكون منصفين مع نادي التعاون، فريق من أول وهو دائما ظهوره وقوة أمام الفرق الكبير يثبت أنه فريق كبير لا يقل عنهم إطلاقا، فوز اليوم هذا الدليل، هذا مو معناه أن شفت مباراة أكيد أنه من ناحية فنية كان النصر متفوق بشكل كبير، التوفيق ما حالفه التوفيق، لكن أعيدها دائما في بداية كل موسم رياضي نحكم الفريق في أول مبارتين ثلاثة لا أصبروا، صح أنه خسرتين مؤلمة خاصة إذا كان النصراوي يفكر أنه ينافس على الدوري يكون بطل الدوري، مؤلم 6 نقاط تخسرها من اتفاق والتعاون مع كامل احترامي، ما أنت ما خسرت مع الفرق اللي أنت تتوقع أن تنافسك مباشرة على الدوري، هذه شيء كبير 6 نقاط خسرتها، لكن بعد 8 مباراة يبين
تهمك، وبعد ثامن مباراة تبين خاصة الفريق اللي استعد وتجهز. في فرق ما استعدت زين ولا تجهزت زين، حتى لو تفوز الآن أقول لك لا، عندك الآن الشباب، عندك النصر، كلهم خسروا صح؟ خسروا تعادل ولا الغلطان؟ خسرتين النصر وتعادل، وتعادل الشباب وخسر اليوم، خسر اليوم صح ولا لا؟ لكن النصر أفضل بكثير، ولا يمكن نقارن مستقبل النصر مستقبله، لأن النصر حتى هو خسران نقاط ينزف النقاط لكنه يؤدي مستوى كبير. الشباب يخسر نقاط ولكن ما يؤدي مستوى. بس لو أن الشباب الآن بنفس العدة والعتاد اللي موجودة عند النصر هتتقبل أنت الخسارتين في أول جولتين؟ لا، وهذا الفرق. لا لا، أتقبل إيش كشبابي؟ طبعا ما أتقبل. إيه عشان كذا أقول لك يعني. أنا أتكلم من خارج المنظومة أو خارج الصندوق. أتكلم أقول لك لا، أنه هذا شيء طبيعي. أول مباراة كذا أنا يعني أنا مرتاح، هذاك أول. الحين أحسن شيء تصير في الصندوق. الله يجيب الصندوق. طيب أنت قلت إنه يعني تركنا التعاون، إحنا ما تركنا التعاون، بالعكس إحنا أشدنا فيه وأشدنا في المنظومة بشكل عام، والثبات أشدنا أيضا بالاستقرار بالشخصية اللي موجودة وحاضرة للتعاون، واستحقاق لهذا الفوز. استدامة في المباراة، القوة، استدامة القوة الفنية في في التعاون أخذ سنوات طويلة، ترى مو بيوم وليلة. صار في دروب في موسم، نعم صحيح صار في دروب، خاصة صار فيه مشاكل إدارية وانتقال الإدارة، صار فيها دروب. بعد عاد التعاون إلى أو استعاد ذاكرته ورجع فريق تهاب كل الفرق الكبيره، اصبح بعبع لكل الفرق اللي تقابله. انسى التعاون، مو محطه تزود من نقاط، ثلاث نقاط تمشي، لا صار العكس الان. صار التعاون يجي ياخذ نقاط ويمشي. نعم، تعمدت اخليك اخر واحد يا ابو احمد. الله يسعدك يا ابو نواف. اولا نقول تسمع وتشوف يعني وتهدى. لا شوف، نقول اولا مبروك للتعاون، فريق كبير وقدم مباراه كبيره جدا بصراحه. شاموسكا تفوق على لويس كاسترو في الشوط الأول، وأيضا في الشوط الثاني تفوق عليه بالخطة اللعب والتحولات المباشرة في المباراة، حتى اضطر أنه كاسترو أنه يغير من النهج التكتيكي، كان يلعب بأربعة اثنين ثلاثة واحد، غيرها في منتصف الشوط الأول بخروج صليهم، لا بخروج عبد الله الخيبري، بخروج الخيبري، ولعب أربعة أربعة اثنين. طيب انت عارف انه يعني كل الفرق اللي راح تلعب امامك راح تكون في تكتلات دفاعيه وتلعب على التحولات المباشره والهجمات المرتده، يفترض انك حسبت حسابك من بدري ولا خسرت تغيير يعني. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه، النصر قدم اليوم مباراه كبيره جدا يعني، ترى بغض النظر عن النتيجه، نتيجه المباراه ما تعكس المستوى الفني اللي كان في ارض الملعب. النصر قدم مباراه كبيره، هو قدم مباراة كبيرة، ليش تنتقد كاسترو؟ في أخطاء، لأنك لو استفدت من أخطائك من البداية كان ما استطاع التعاون التسجيل، ولكن النصر الشوط الثاني كان بصورة مغايرة جدا، قدم مباراة كبيرة جدا، اللاعبين قدموا كل اللي عليهم، سؤال طالع، التوفيق من الله سبحانه وتعالى ما حصل في هذه المباراة. التعاون سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة أيضا. في نقطة مهمة جدا وملاحظة مهمة جدا وتحدثنا أمس عنها، مرينا عليها مرور الكرام، اللي هي موضوع التحكيم. يعني احنا مهما تحدثنا، يعني انا ما اتحدث بصفتي، انا يعني عاشق للنصر وللجميع يعلم اني انا عملت في إدارة النصر واميل للنصر، ولكن انا اتحدث من باب اني اعلامي سعودي، اتحدث عن جميع الأندية والاخطاء اللي نشوفها في كل المباريات. يعني مباراة اليوم كمثال، يعني بغض النظر عن النصر، فيها ضربتين جزاء للنصر، يعني حتى وصلت انه الركنية اللاعب المدافع للتعاون تجيه الكرة يضربها براسه وتطلع ركنية، يحسبها ضربة مرمى. كيف ما انت عارف يعني، هذا يعتبر ما هو مؤامرة أبدا، ما في الحكم السعودي، ما هو موضوع أنه مؤامرة ضد النصر أو ضد الاتحاد أو ضد الهلال أو ضد، لا لا، الموضوع موضوع ضعف رؤية، ضعف شخصية، عدم قدرة على اتخاذ القرار، عدم القدرة على الثبات في الأجواء الإعلامية والأجواء الجماهيرية والمباريات الجماهيرية. يعني هذا الموضوع مهم جدا، لابد أنه يعني أنت تقول أن التحكيم أثر اليوم في المباراة؟ طبعا شوف، مهما أديت أنت حتى مستواي أنا كنادي، يعني لعبت كويس ما لعبت كويس أعطني حقي، سواء حتى لو أني فايز 10 أعطني ضربات جزاء لي، أعطني إياها عادي. اللي تشوفها أنت أنها ضربات جزاء؟ لا لا، شوفها بقول لك شيء واضح اليوم شفناه. لا شفت ضربة الكرة، حناخذ رأي الضيوف اللي موجودين. أوكي، أنا بس أنا أقول لك وجهة نظري أنا. ماشي. واضح، الكرة ضربت في كوع المدافع، هذه أولى، والضربة الثانية ضرب عبد الرحمن غريب في خط الستة،
هذه يعني واضحة جدا يعني لأي حكم وأي مشاهد. يا أخي إحنا الآن أطفالنا الله يحفظهم ويحفظ أطفال الجميع كلهم صاروا يعرفون هذه ضربة جزاء ولا ما هي ضربة جزاء، مع الإعادة ومع الفار يفترض حكم المباراة ما عاد فيها الأخطاء المفروض تتقلص إلى نسبة ضئيلة جدا 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 لا تذكر، وتكون أخطاء غير مؤثرة ما دام في فار خلاص ما عاد فيك ويفترض في أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة. اليوم في أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة برضو إنه الفار ما يجد قرار الحكم، يعني أنت الآن ترى طيب هذا ترى هذه حالة ضربة جزاء الحكم والفار يرون أنها ما فيها شيء، هذه رؤيتهم وهذا هذا الشيء اللي أقول لك إني هذا يعني صعب إنه كيف نغيرهم. طيب هذا هذه رؤيتهم هم. طيب إلى متى يعني؟ شيء واضح قدامنا في أي مكان في العالم تسأل هذه ضربة جزاء يقول لك واضح إنها ضربة جزاء. ماشي. إحنا بنجهز مهمة بموضوع التحكيم والأجانب الحكام الأجانب، عشان أكمل النقطة هذه فقط. النصر العام الماضي أول نادي طلب حكام أجانب، الحكام الأجانب اللي جو كانوا يعني مستواهم يعني ما يفرق عن ما هم حكام من فئة إيه فعلا يعني ما هم حكام مميزين على مستوى العالم. فرجع النصر إيش سوى؟ رجع قال لا خلاص أخسر فلوس، ليش أدفع كل مباراة 175 أو 150 ألف مانع عم أتذكر المبلغ عشان أجيب حكم وبنفس الطريقة، خلاص خل رجعونا للمحلي. فالموضوع أبو يعني محمد أنت لا عجبك المحلي ولا هو بعجبك اللي من برا. لا شوف أنا أقول لك فريق أجنبي كويس يعني، لا جيب حكم أجنبي له قيمته وله مكانته عالميا وبعدها حتقل الأخطاء في هذا الأمر. تسمح لي بحنا. بس في نقطة مهمة، إحنا إلى متى نستعين بحكام أجانب؟ يعني إحنا المشروع ذا مشروع التحكيم يعني من فترة طويلة جدا ما نقدر نسيطر عليه، يعني ما نقدر نصنع صناعة حكم وصناعة لجنة تحكيم مثالية ومبدعة مثل ما إحنا قاعدين نبدأ في أشياء أخرى. ما تقدر تصنع حكم أبو أحمد على أهوائنا، مش على أهوائنا إلا هي كذا ترى يا أخي. أنا أتحدث يعني أنت الآن حالات تقديرية يا أبو أحمد، حالات تقديرية مع احترام الشديد، أنت ترى أنها مش تقديرية، كارثة مصيبة، غيرك لا ترى يا أخي واضحة ضربة في عندك. ماشي ماشي خلينا نشوف أول شيء، خلينا نشوف هذه مش أخطاء تقديرية. أرجع لك أبو أنا بتحدث خلينا نأخذ رأي دقيقة، أنا أتحدث عن كل الأندية ما أتحدث عن النصر فقط. طيب النصر جزء من المنظومة، أنا أتحدث عن منظومة كاملة. إلى متى نستعين بالحكم الأجنبي؟ لازم يكون طبيعي. عندنا حكام مميزين بس. طيب هذه لقطة عبد الرحمن غريب، خلونا نشوف رأي الزملاء فيها. حتى الآن ما في شيء. طيب وماجد ما في شيء، لعب الكورة لعب الكورة بعد الكورة أبو علي. والله شوف تداخل على اللاعب بلنتي. طيب ماشي ركلة جزاء، ركلة جزاء أحمد يجيكم الدور واضح، لأنه بعضهم يقول لك لعب الكورة اللاعب. طيب. لعب الكورة. طيب في مباريات أخرى يلعب الكرة وتحسب له بلنتي، انسى المباراة الاخرى يعني. انا ابي رايك في هالحاله هذه، تراها بلنتي ضربه جزاء طارق. ركله جزاء بس بجاوب على بعطيك بس خلينا نخلص. لا ركله جزاء واضحه هذه. ماشي فواز ايش تشوف فيها؟ ركله جزاء ان كان حسب اللي نشوفه ها اللي حسب اللي نشوفه ان كان هذه جديده دي علي. شلون وش تشوف؟ انا اقول لك الحين من هذه شوفوا الحين تاكدوا تاكدوا من هذه الزاويه ايه ما تشوف اللمسه. شوف رجل اليمين، رجل اليمين لمسه. شوف رجل قدم اليمين اللاعب النصر هذه اللي ما فيها بعد ثالث. أيوة. شوف اللمسه هذه شوف اللقطه الثانيه. شوف اسمح لي ابو نواف هنا تشوف اللمسه. تسمح لي ابو نواف يعني لا انت وين رايك تدخل على اللاعب اساسا وحكم الفار فين والحكام اللي موجودين؟ معقوله بس انا لو في الملعب احسبها ركله جزاء. انا لا انا بيك على الشاشه انت الحين وش تقول؟ انا اقول احنا كنظر لنا احنا من هنا نشوف عندنا بعدين هي نفسها الفار نفسه نقول اللقطه دي نفسها الرمادي بلاش يا فار خلو يكمل خلو نفسه. انا اقول لك نفسها نفس اللقطه. طيب انا اقول لك وش رايك انا حابه اتكلم اصلا حتى على التحكيم، لانه التحكيم انا اعتبر اي فريق مثلا الاتحاد بيقابل الاهلي في مباراه الاهلي خصم والحكم خصم، يجب ان تلعب على خطط وتكتيك. اي الحكم له خطه وتكتيك وشخصيه في الملعب تعرفها وتدرسها والخصم نفس الطريقه. ماشي يعني انت عندك شك في هالحاله هذه ما انت متاكد من قرارك؟ ماني متاكد منها. ممتاز عشان لا اظلم التعاون ولا اظلم. طيب النصر اعطونا الحاله الثانيه اعطونا الحاله الثانيه اللي طلبوها الشباب. ترى في لقطه فيه لمسه اليد في لقطه وليد عبد الله دفع لاعب التعاون. طيب اعطونا لمسه اليد اذا هي جاهزه.
طارق كمل ايش تبغى تقول؟ كنت بتكلم برد على ابو احمد. نعم هذا ركل جزاء ترى صدق والله يعني واضح. في واحده ثانيه بعد خلاص اوكي انا جزاء معني بس انا اللي شفت فيها ركله جزاء معي ابو احمد معي. يعني انت الان تتكلم على انه هذا الموجود الان عنده في مشكله اللي هو الثقه. اعتقد انت تكلمت عن ثقه الحكم السعودي انه اقل من انه يدير مباريات كبيره وقويه زي كذا. الحكم الاجنبي طلبت حكم اجنبي تقول الحكم الاجنبي كذلك اللي يطلبونهم اقل. لابد ان جابوا حكام نخب بما فيهم حكام نهائي كاس عالم للانديه كاس عالم عفوا ودوري اوروبي. ومع ذلك صدر بيان من النصر انه او من النصر ارسلوا خطاب للاتحاد السعودي يطالبون بان هالحكام هذول ما يجون. انت تتحدث عن قبل اربع سنوات قبل الكلام يعني قبل أتكلم اربع سنوات. تتحدث قبل اربع سنوات يعني انا اسالك سؤال وش نوعيه الحكام وش نوعيه الحكام اللي تقول لك البطولات اللي راحت قبل 40 سنه لا لا ايش نوعيه الحكام لا 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 يروح لحد المشروع شباب لا مو جدلي لا بس انا ما اتكلم عن جدليه انا اتكلم ايش نوعيه الحكام ايش نوعيه الحكام حكام يكونون على مستوى عالي جدا ما انا حافظ مال ما بس اقول لانه كل الحكام ممتاز ابغى حكام يحكمون بالدوريات الاوروبيه لا بس انه بدل حكام عالميين لم يتم الاقتناع بهم حكام محليين حكام اجانب من 40 سنه نتكلم عن الكلام ده من 40 سنه خلونا نشوف الى الان الموضوع هذا لم يتم يعني حله ترى مو بصعب الموضوع والله سهل والله بس لا بد نقتنع ان جزء من اللعبه لا اللي اشتغل في اللي اشتغل في لجنه التحكيم ويشوف انطباع الجمهور المحبين لا بالتاكيد ما راح يرضي الناس. خلينا نشوف وائل القحطاني رصد لنا رده الفعل بعد مباراه النصر والتعاون مع رئيس التعاون نتابع تعالى الفريق ان شاء الله اللهم لك الحمد. اليوم مباراه اظهرت هذا الدوري وقيمه هذا الدوري انه يعني في تنافس قوي بالرغم من تواجد الاسماء الكبيره في نادي النصر. يعني لاعب بحجم توامبا الفتره الماضيه شفنا جمهور التعاون نسبيا غير راضي عن اللاعب. الاداره تراهن على اللاعب اليوم يقدم مستوى كبير. ملف الاجانب من باقي فيه؟ والله شوف ملف الاجانب باقي لاعب واحد. احنا زي ما تعرف كنا تعاقدنا مع لاعب لكنه ما تجاوز الفحص الطبي ما تعاقدنا يعني كان في اتفاق مبدئي مع ناديه والان ان شاء الله يعني فيه بدائل ان شاء الله نغلق هذا الملف في اسرع وقت ممكن. والله شوف مباراه كره القدم 11 ضد 11 الفريق استعد بشكل جيدا. المدرب قرأ الخصم اللاعبين الله يعطيهم العافية قدموا مباراة كبيرة رغم حرارة الجو اليوم لكن الحمد لله مبروك التعاونين. والله هي الأخبار لسه ما في شيء إلى الآن كل شيء بتشوفونه إن شاء الله في الوقت المناسب بإذن الله. السعادة واضحة على رئيس التعاون بكل تأكيد يستاهلون هذا الفوز الكبير 4 نقاط وانتصار خارج الأرض وأمام فريق مثل النصر بمباراهم يستحقونها بكل جدارة واستحقاق. عندك تعليق أنت على فوز؟ إضافة أخيرة فقط يا أبو نواف النصر يعني أبو سارة وجهة نظره واحترمها وعلى عيني من الأرض على رأسي ولكن رؤيتي أنا تختلف. كريستيانو رونالدو لعب مع النصر 25 مباراة سجل 20 هدف صنع هدفين وساهم في صناعة 9 أهداف تمام؟ فلاعب بالأرقام هذه أنا محتاج مهاجم هذا اللي هلكنا. تلسكي سجل 10 أو 20 هدف استبعدنا أبو بكر مدري مين كريستيانو سجل ما جيب رأس يعني حربة. الآن أجيب رأس حربة وكريستيانو عندي في كل مباراة يسجل لي بمعدل عالي جدا 25 مباراة جايب 20 هدف بس مو مهمته تسجيل الأهداف كريستيانو أجل مش مهمته يا أبو مهاجم زي ماني مهاجم لا يوصلوا الكورة يمرروها للهداف كريستيانو يلعب 9 في النصر كريستيانو يلعب 9 انت لعبته 9 وحتى قبل كان يلعب 9 مهمته كريستيانو تنتظر منه كرة فاول جاب 20 هدف من 25 مباراة وهذا رقم عالي جدا لأي مهاجم. النصر ما هو بحاجة مهاجم أبدا. النصر بحاجة لاعب وسط وبحاجة مدافع. شفنا حالة الدفاع النصراوي اليوم وأيضا في المباريات السابقة أيضا في البطولة العربية بعض المباريات كان فيه اهتزاز واضح في دفاع النصر وسط ما يحتاج. أعتقد أنه النصر بحاجة إلى مدافع يكون قائد للخط كامل وحارس. بحاجة إلى لاعب وسط مكمل مع فوفانا ومع بروزوفيتش. غاب نواف العقيد اليوم وظهرت بعض المشاكل بشكل واضح. شوف وليد والله يعني صديق لي شخصي وأحترمه وأقدره وأجله ولكن
وليد يعني وصل لمرحلة أنه يعني ما عاد هو قادر يعني يمثل فريق كبير مثل نادي النصر. اليوم الهدف الأول في خط الستة، أي هدف في خط الستة ما راح تقول للحارس أنت ما أنت الهدف أنت الأول الهدف الأول إلا قصر، أي هدف خط الستة. أما الهدف الثاني وقفته غريبة، والهدف الهدف الثاني اللاعب وقف وانت وقفت ما يصير، لا اي ما توقف ما روح توقف. روح يعني المهاجم. يعني يعني في اخطاء واضحه من وليد يعني اليوم، ولكن النصر بحاجه الى مدافع ذكي وقائد في الملعب، وبحاجه الى لاعب وسط يكون لاعب عشرة مهاري ومبدع. اذا العنصرين هذول ما جوا للنصر ثق تماما النصر ما راح حتى ممكن ما ينافس. طيب خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم حلقتنا. حياكم الله معنا في هذا الجزء من الديوانية، ضيوفي في حلقة اليوم عبد الله خوقير، دباس الدوسري، سطام مسهلي، عبد الله بن زنان، فواز الشريف، وطارق النوف. الحديث عن مباراة النصر والتعاون والتي استطاع أن يكسبها التعاون بهدفين دون مقابل. عندنا الحالة الثانية اللي طلبوها الزملاء، حالة لمسة اليد على لاعب التعاون. شوف شو يقولون ماشي، ايش تقول يا فواز؟ اقول والله الراي عند الحكم، كره طيب. في يد اللاعب، بس بيحسبها ما يحسبها انا ما ادري على اي اساس هو حسبها ولا ما حسبها. برضو عندك شك؟ اي على اي اساس الحكم برضك رمادي؟ ايوه يا اخي بلنتي ولا مو بلنتي؟ هذا رايي، لو حكمت وانتهيت واخذت مكافاه المباراه علمتك، قلت طيب. لك السبب اني ما حسبتها كذا، بس انا من برا الملعب ماشي كيف؟ ماشي، ايش تقول يا محمد؟ ابدا لا. ابو علي؟ لا ما في شيء. ماجد؟ ما في بلنتي. بس أنا أحيي الحكم خالد الطريس، واحد من نجوم الحكام السعوديين ومن أفضل الحكام الآسيويين، حكم قدير متمكن. مهما يقال على الحكم السعودي إلا أن عندنا حكام أكفاء إذا طلعوا برا يبدعون ويكونون من نجوم المباريات. إذا دخلوا عندنا هنا رجعوا دورينا تبدأ الانتقادات والتصيد عليهم. ما في حكم ما يخطي، لكن في مجموعة من حكامنا بخير، وأهمهم وأبرزهم الأستاذ خالد الطريس. تحية لخالد الطريس. طيب ايش تقول لي ابو احمد؟ تحية طبعا لان النصر المباراة ضد النصر عشق الطفولة، عشق الطفولة وانحزم، لكن لازم اقول الحين ما لقيت الا دباس والباقيين كلهم قالوا مد بلنتي. طيب ايش معنى الضربة في راسه تجي وتطلع ركنية يحسبها ضربة مرمى؟ يا اخي هذه مو سبب خسارة يا اخي، يعني انت على كورنر خسرتك. الاخطاء البسيطة هذه تعتبر عادية جدا يا رجل، ضربة ركنية خسرتك يعني؟ لا لا لا، طيب هذا ابسط شيء يا اخي، انسى هذه الكورة، الكورة هذه ضربة جزاء. ليش؟ إيه؟ لأن اللاعب ما هو الكرة ما هي مواجهته، إيه؟ اللاعب جاي على جنب، إيه؟ واليد كبرت الجسم، اليد كبرت الجسم، والكرة لو يد اللاعب ما هي فيه كان عدت من قدام بطنه. شوفها عيد اللقطة وشوفها ماشي. هذا أنا أشوف إنها ضربة جزاء واضحة جدا بالله، يدي لأنه جاي من الجنب وهو جاي من الأمام، يعني لا تراجع ولا استسلام نهائيا. ممتاز. تقدر لحظة طيب. يقدر بس السؤال أنت انتقدت الآن خالد الطريس على التحكيم واستشهدت بهالحالة، عندي خمسة هنا أو أربعة، واحد ما عنده رأي ببارد. فيها قالوا أنها مي بضربة جزاء، يعني على الأقل خلينا نقول مثلاً أنها حالة تقديرية ما تستحق أنك أنت تتكلم على خالد الطريس بهالشكل. أنا ما تكلمت على خالد الطريس كشخص. دقيقة 50. شوف 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 لحظة، في نقطة لازم نفهمها. طيب شوفوا لنا دقيقة 50. لا لا في نقطة، دقيقة 50 برضو في حالة الفريق التعاون. خالد الطريس كشخص له كل الاحترام والتقدير، ما اختلف. أنا ما تكلمت على خالد الطريس ولا جبت اسمه أصلاً، اللي تكلم اخوي ابو سالم هو الحكم، هو الحكم. انا ما علي، انا ما اجيب الاسماء، انا اتكلم عن اخطاء تحكيم في الدوري ككل.
إيه؟ في كل مباراة تجد أخطاء وأخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة. إذا لقينا أخطاء مؤثرة في نتيجة المباراة يعني معناته مستوى التحكيم عندنا أقل من رغبتنا أو رؤيتنا لمشروعنا السعودي. هذا هدفي أنا. ما نتيجة مباراة ترى النصر بيعوض إن شاء الله ويرجع. لو تحدثنا كنصر كنصر واتحاد وهلال وكلامه لا 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 النصر إن شاء الله بيرجع وبيعوض وبإذن الله يسعد جمهوره هذا الموسم. ولكن إحنا نتحدث عن حديث نتحدث عنه من سنين طويلة وهذا المشروع يعني ما أرضى أحد. وكثير من الأندية كثير من الأندية ومن رؤساء الأندية دائم في كل موسم يطلعون يتكلمون عن التحكيم. طيب هل لأنهم خسروا؟ لا، لأنه في كل مرة في كل مباراة تكون أخطاء فادحة مؤثرة في نتائج المباريات. هذا هذه وجهة نظري. اسمح لي أنا أقول ليش يتكلمون عن أخطاء التحكيم. أي رئيس نادي يفشل فريقه في تحقيق بطولة أسهل شيء يروح يلف على الحكام، يا يلغي عقد المدرب يا يلف على الحكام. هذا هذه أقرب وأقصر وسيلة في شيء وأسهل وسيلة عند رؤساء الأندية. رؤساء الأندية لو يجتمعون كلهم زين وينتقدون الحكام أنا بالنسبة لي ما أصدقهم. صح يصير في أخطاء لكن زي ما قال أبو محمد ترى جاءوا حكام النخبة النخبة في أوروبا يحكمون نهائي دوري أبطال يحكمون نهائي كأس العالم ويجون عندنا ويرتكبون بعض الأخطاء ويتم انتقادهم. الحكم لا يمكن يدير مباراة بلا أخطاء. هذه زي ما الحين يقولون لك أن أول الأخطاء جزء من اللعبة الآن صارت هي كل اللعبة. مع وجود الفار يفترض ما عاد يصير في أخطاء. مو صحيح لأن في أشياء تقديرية. الآن المحللين التحكيميين زينا الآن ما أقصد إحنا محللين متخصصين بس زي وضعنا يعاد لها اللقطة 10 مرات ويختلفوا ويثبتونها له. محلل تحكيمي يقول بلنتي ومحلل ثاني يقول لا مو بلنتي. إذا اختلفوا المحللين التحكيميين على لقطة وهي معادة لهم 20 لا وقبل ما يطلعون على الهواء هو شايفها أصلا ومراجعها ومتابعها ومع هذا يختلفون. تبي حكم ولا حكم الفار يتفقون كلهم خلاص ما عاد في أحد يخطي في حالات اسمها حالات تقديرية لا يمكن يحسمها حتى الفار. دباس إذا اختلفوا المحللين هذه شهادة براءة الحكم. هذه شهادة الحكم. نعم. طيب عشان أروح لأبو علي. طيب. أنت تبغى ترد على دباس في هذه في الجزئيات أعطيني شيء جديد. إنه لولا إنه موجود في أخطاء في المسابقات السعودية من سنين طويلة لما تحدث الجمهور لما تحدث رؤساء الأندية لما تحدث لاعبي الأندية يتحدثون معناته كلها تقديرية هذا الأخطاء. اي نعم هذا لأنه في عندي 16 نادي يعني قلت متعمدة الآن عندك لحظة أنت تكلمت أنا ما قاطعتك لو سمحت يا أخي لو سمحت معليش بس أنا خلني أخلص كلامي وبعدين أخذ راحتك. طيب خلص أنا طيب. والله لا والله أنا احترمتك طيب. وما قاطعتك أبدا أبو ساري وقدرك على العين والرأس أبو ساري ولكن خلي فرصة أني برضو أقول رأيي أنا شو اسمه الحكام الآن من سنين طويلة هذه الأخطاء قاعدة تتكرر وليه يعني مش أخطاء عادية أخطاء تؤثر في نتائج المباريات مش للنصر فقط أنا أتحسبني أتحدث عن النصر. طيب هذه قلتها أنا أتحدث والله العظيم عن مشروع سعودي متكامل ماشي هذه قلتها إذا نبغى نرفع من مستوى الدوري السعودي القنوات الناقلة الآن 53 قناة تنقل الأخطاء هذه وتنقل الشيء اللي قاعد يصير وحكام سعوديين لابد أن نرفع من مستوى التحكيم السعودي بأي طريقة وبأي مشروع ناجح اختيار قيادات صحيحة. الآن يعني قبل ما أنا أقول هذا حكم ينفع وهذا ما ينفع أبحث عن شخصية الحكم هذا وهل شخصيته قيادية أو لا ماشي. أما إذا أنه يتأثر بأي شيء ويتأثر بالإعلام ويتأثر بالجمهور ويعني مثل اليوم الله الله يحفظ الكابتن خالد الطريس يعني يبغى يثبت أنه أنا شخصيتي قوية وضد جمهور النصر اللي حاضرين المباراة يعني كلهم حتى صارت الأخطاء البسيطة مثل الركنية وضربة المرمى والفاولات البسيطة صارت طيب. ضد النصر وعكس ماشي. النصر عشان يكون تكون شخصيته قوية ماشي. هذا مو بصحيح ماشي. أبو أحمد أبو علي عندك تعليق تفضل. والله شوف اول شيء لازم نفهم يعني مفهوم ان مباراه ما فيها اخطاء تحكيميه في كافه منظومه كره القدم هذه صعبه تصير. واللي يقول لك يمكن انا اتفق مع ابو سالم قال الاخطاء موجوده في هي جزء من اللعبه والاخطاء التقديريه موجوده لكن ايضا لو برد يعني خلينا نقول اذا شخص مثلا اشتكى من التحكيم نقول مثلا طارق بقول لك كم مره نحسب عليك خطا وكم مره نحسب خطا من صالحك. لو ترد تحسبها زين بتكون نسبة تناسب. أنا أذكر في حلقة كانت قبل أسبوعين هي تسابيع في كأس البطولة العربية كأس الملك سلمان لعبنا 20 مباراة ما كان في أخطاء واضحة في أول 20 مباراة في القسم الأول نهائيا كانت يعني في بعض قال حكام قلت له بالعكس التحكيم كان جدا مميز في البطولة العربية خاصة في أدوار التمهيدية ما كان اللي غيرت مباراة
لكن انت اليوم اذا بتكلمني انا كمختص خلينا نقول خلينا نروح شوي ليفل اعلى خلينا نقول كاتحاد دولي كاتحاد اسيوي كاتحاد سعودي اذا انا العب 15 مباراه صار عندي مشكله في مبارتين انا ناجح يعني مبارتين اوكي القسم الاول نعم نادي النصر كان فيه اخطاء عليه وتحكيميه واضحه اتفق معك لكن اليوم احنا لعبنا 14 مباراه صح في الدوري السعودي ممكن مباراه ومبارتين في اخطاء تقديريه في اخطاء لذلك انا عندي 12 مباراه مو معقوله انا بس ارد على جزئيه مو معقوله انا عندي مثلا 20 مباراه نسبه وتناسب لازم في عالم كره القدم يعني انا اشتغلت في اتحاد اشتغل مع اتحادات لازم الارقام هي لغه كره القدم انا عندي 25 مباراه عندي 23 مباراه ممتاز عندي مباراه انا اقول التحكيم سيء الدوري سيء الحكام غير لا مو صحيح ماشي اعطونا الحاله اللي اعطونا الحاله اللي واذا جات شيء كمان ايضا مهم اذا جات الاخطاء التقديريه هذه في مباراه نهائيه تصير برضو ما هي مؤثرة يعني من ضمن طيب. الثنتين اللي طاروا عادي نهاية كاس العالم طير بطولتين نهاية كاس العالم اعطونا اعطونا الحالة اللي في الدقيقة 50 للتعاون خلونا شيء لا لا ما تتلاعب فويا هو بده يطلع الكره وجا جنبه بس دف لا لا, لا 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 رجل مهاجم التعاون كانت على رجل حارس ايه تشوف فيها شيء ابو علي لا ما فيها شيء اذا خطا يكون على خطا على مهاجم التعاون او لاعب التعاون طيب بس يبغى خلينا نشوف اللي جاهز شوف رجل لاعب التعاون رجل لاعب التعاون شوف هي اللي بدايه كانت الخطا من رجل لاعب التعاون شوف ايه ما فيها شيء طيب وش تقول ابو محمد ما فيها شيء أبو أحمد كرت أصفر على لاعب التعاون ليك دعس على رجل اللاعب واضح ليكون قلقنا من أمس عدتك والله قلقت منامي أنا بقول حاجة مهمة والله يعين أسلم الله يستر الصورة النصراوية العامة أخطاء التحكيم عليها زوم زيادة عشان إحنا نبغى النصر بهذه القيمة وهذا التحدي وهذه المكانة في أشياء لازم نتنازل عنها ومنها برضو الأخطاء التحكيمية بالذات مباراة الاتفاق شفنا وكان في حديث عن أخطاء تحكيمية وتباينت الآراء ومباراة اليوم وحديث عن أخطاء تحكيمية وحتتباين الآراء والمباراة الجاية الجمهور النصراوي يحتاج فريق يدخل الملعب يسجل أهداف ويتعرض لأخطاء تحكيمية ومع هذا هو يضرب ويفوز مباراته اللي حصلت في نهائي كاس العرب كان ناقص لاعب ونزل الملعب وحول النتيجة من خسارة 0-1 إلى 2-1 وهذه الجمهور اللي دائم يبغاها أوكي يمكن جزء من الكلام اللي احنا نقول وياريت الحكام يتطور وإن شاء الله يكون في تحكيم كويس أمنياتنا دائم يكون في تحكيم كويس لكن المشكلة انه ما نبغى تكون متلازمه التحكيم مستمره مع النصر إيه؟ لانه احنا محتاجين عوده النصر تشوف هذه فيها شيء مين اللي قبل شوي اللي قبل شويه إيه؟ ما عندهم حتى كوره يمكن حتى لو في يعني انا اشوف رغم ان الحاله اللي طلبوها مني تعاونيين زين وعشق الطفل التعاون طبعا الا ان الاستاذ خالد طريس هو الصح ورد علي ايضا اذا خالد طريس انا اعتبره ممكن يكون هذه الجولة ليس نجم المباراة هذه فقط قد يكون نجم الجولة نعم حديث شاموسكا مدرب التعاون مع زميلنا وائل القحطاني انتابه احنا جايين يعني احنا عملنا مباراة كبيرة حقيقة امام النصر النصر جاي من فوز فبالتالي احنا جايين وعارفين انها تكون مباراة صعبة وعشان احنا نحقق الفوز أكيد يتطلب مننا عمل كبير من أجل تحقيق هذا الفوز وبالتالي قدرنا أن نحن نحقق هذا الانتصار اليوم النصر كان يمتلك نجوم كبار يعني كريستيانو ساديو ماني بروزوفيتش لاعبين يعني على مستوى فني عالي جدا قادمين من خسارة كانوا يبغون يعوضون الفوز اليوم الخسارة الماضية لأنه يعني حد من خطورتهم كيف كان أدي هوتا كيليز جات ومارو وجوجو أنتريول كيف حد بخطرك؟ كم فيا وبريغو ديس جوغادورس كيلي منسيونو نوسو جوغو na verdade o Nasser estreou praticamente ainda com o seu time misto né é o primeiro jogo que eles estão fazendo na liga com
com a formação principal. É lógico que são muitos jogadores contratados e a nossa sensação é que a liga vai precisar de umas 6 rodadas para que todo mundo esteja com seu time mais afinado. Aí o nível vai começar a ficar mais forte depois das 6 primeiras rodadas. طبعا هو اليوم اول مباراه يأديها النصر بالفريق او بالتشكيله الاساسيه. فانا من وجهه نظري انا اعتقد اني بعد 6 جولات، الجوله الاولى الى الجوله السادسه، هيتم يعني هنقدر ان احنا نحسم الامر في موضوع اللاعبين، ان كل فريق يلعب بالتشكيله الاساسيه والتشكيله الكامله اللي تم تحديدها بناء على التعاقدات. Nossa equipe, por exemplo, tem manutenção do treinador e uma estrutura mais ou menos mantida, pelo menos de meio campo. Uma estrutura mantida da temporada passada. Então a gente tem mais coisas da parte coletiva trazendo para nós agora do que, por exemplo, o Nasser, que está começando um trabalho novo. طبعا فريق التعاون نتكلم عن مستوى فريق التعاون في تحضير من جانب المدرب واحنا حافظنا على هيكل الفريق من الموسم الماضي فبالتالي احنا اختلفنا عن النصر النصر لسه بادئ بالتركيبة بتاعة اللاعبين الآن لكن احنا في جزء اللي حافظ على الجمعية من المدرب وأيضا نص الملعب اللي احنا حافظنا معاه اللي موجود كهيكلة للفريق من الموسم الماضي يهمني إجابته اليوم الدوري السعودي يضم نجوم كبار عندنا في القادم فيرمينيو رياض محرز أيضا نيمار اللي وصل اليوم لنادي الهلال هو شعوره كمدرب هو يواجه هذول النجوم في الدوري المحلي دوري روشن السعودي رأيه Qual é a tua opinião enfrentando essas estrelas nos times e no campeonato da Arábia Saudita? Para nós é motivação muito grande, motivação para todos os jogadores, todos os profissionais que estão trabalhando na liga. O nível que chegou à liga esse ano, nível de contratações, o nível dos jogadores. Então é só motivação muito maior. A gente sabe hoje que a liga está sendo vista no mundo inteiro por conta disso. Então só aumenta a motivação de todos os profissionais. وعنده يزيد من التحفيز على مستوى النادي على مستوى اللاعبين بما أن الدوري السعودي أصبح واحد من أكثر الدوريات التي تم مشاهدتها على مستوى العالم فبالتالي هيكون نتيجته هو تحفيز حديث المدرب شاموسكا بعد اللقاء اللي استطاع فيه التغلب على الفريق النصراوي بهدفين دون مقابل شاموسكا مع التعاون يواصل نجاحاته يا ابو ساري شوف احنا ما اقدر تحكم عليه مثلا فاز مباراه اليوم معناته انه مع النتائج يعني نكون ايه؟ لكن هو خبير ايه؟ مدرب خبير في الدوري السعودي خبير في نادي التعاون واللعيبه يعني ترى من ايام الفيصلي وهو يقدم مستويات كويسه مع الفيصلي نعم حتى بالفتره اعتقد اللي درب فيها الهلال برضه كان معقول اعتقد كان راح بالاعاره لم تخني الذاكرة دائما التعاون يستقطب المدربين بعناية كثير من المدربين بيدرو غوميز اللي راح للأهلي بيدرو اللي راح للنصر يصنع معهم توهج التعاون قادر على صناعة توهج للمدرب فأنا أعتقد شاموسكا قدر يعيد نفسه وساهم بذلك التعاون لكن أنا ودي أقول شيء لفت انتباهي اليوم اللي هو التيفو النصر انا اول ما شفت تيفو النصر خطر ما فهمتهم لكن بعد 0 من 6 نقاط عرفت انهم يقصدون خطر الهبوط يا شيخ في خطر على النصر الان جمهور النصر استشعر هذا الخطر مبكرا فاعلنوها في المدرج وعشان كذا لازم النصر عشان يتجاوز مرحلة الهبوط ولا يهدد بالهبوط أن يتدارك الأمر في المباريات المقبلة جدك جمهور النصر قالها أبو نواف جمهور النصر يقرأ الأحداث أبو نواف عندي تعليق بسيط أخطر وأذكى الجمهور يشعر فيه خطر على الفريق عشان ذكي مو ماشي في انتقادات على عناصر النصر في مطالبات قوية بمدافع بوسط ثالث باستبعاد تاليسكا باستقطاب جناح يخدم المنظومة غير تاليسكا يرون تاليسكا مع رونالدو مع بعض ما ينجحون في انتقادات كثيرة من جمهور النصر للفريق عناصريا خلاف انتقاداتهم للمدرب بالذات في تنظيمه الدفاعي فأعتقد أن جمهور النصر استشعر الخطر على فريقه وأعلن هذا التيفو مبتسم لأن الكلام مضحك يعني ايش اقول يعني هذا ما عندي رد لا تضحك على جمهور النصر ما عندي رد جمهور النصر يستشعر الخطر ما عندي رد ابدا ما عندي رد طيب. على هذا الكلام الحديث عن بس جزء الحديث عن التعاون ومدرب التعاون لا يمكن ان تقيسه في مباراه مثل هذه هو ماخذ فيها نهج واحد
تقيسه على مباراة فريق في منافس مستوى، هو حيطلع يهجم إيه؟ وحيصير عليه هجمات إيه، بس في منافس مستوى انت تتكلم على التعاون ترى. لا 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 ما فريق محترم محترم 100%، لكن اليوم كان نهجه واحد اغلاق المناطق إيه؟ ومحاولة استعادة هدف. هذا متى بس عشان لا بس معليش عشان ما توصف المباراة بطريقة خاطئة، ترى بداية المباراة التعاون سيطر اكثر على المباراة. طيب خلاص، وكان فيه وكان فيه بالعكس لا 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 كان بالعكس كان فيه تهديد اكثر من مرمى النصر، لكن لما تسجل هدف وقدامك فريق مثل النصر بالتاكيد انك حتتراجع. صحيح، بس إيه؟ انا اقول لك هو داخل المباراه لو 0-0 هو كسبان، هو نهجه الاساسي اغلاق مناطقه واللعب على اصطياد هدف، هذه 100%. نعم. اثنين، في مباراه حيكون الرتم كله بهذا الشكل ويطلع فيها كسبان وتبارك له وتقول ممتاز، لكن في مباريات فرق زي مباراته مع الفتح مباراة انه انت لازم تهجم وتصنع كورة وتطلع يكون في فراغات في الخلف يمكن ترجع يكون فريق، هناك تقدر تقيس مستوى التعاون مع الفرق المتقاربة منه اللي هو يطلع وحتى يسيطر على اللعب فيها. ماشي، المباراة الأخرى استطاع فيها الوحدة التغلب على الشباب بثلاثة أهداف لهدف واحد في مباراة أضع فيها الشباب ضربتي جزاء. نشوف هدف المباراة. تصل باتجاه إيفار بانيغا، بانيغا عنده كرة لكن مقطوعة، عادت الكرة من اليسار لصالح الوحدة، الوحدة مع الكرة في الجهة اليسرى والمحاولة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء. الله، شوف الكرة مجددا، المحاولة من الطرف الأيسر العرضية من باخشوين وصلت إلى رأس أنسيلمو، ثم أنسيلمو وحدة من جديد، المحاولة على الجهات اليمنى، الكرة العرضية لمنطقة الجزاء. الله 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 على الفرسان، قابل لا شيء، يهز فيها مرمى الليوث اللي تتعرض لبركان الوحدة، بركان يثور، بركان وحداوي يثور في اللحظات الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية منفذة مقطوعة من المدافعين ترجع مرة أخرى. الله، شوف الكرة مرة أخرى العرضية، ثم الكرة من بانيغا، هو كذا لمساته صعبة، حتى جواد اليمين في أول مباراة مع الوحدة يخفق ويسجل في مرمى، هو كذا إيفار بانيغا تمريراته رائعة، حتى المدافعين يسجلون في مرماهم تمريراته رائعة. الكرة اللعب لصالح الوحدة، الكرة من باخشوين ملعوبة ساقطة إلى منطقة الجزاء، خروج خاطئ من كيمسون وجول ثالث، جول ثالث، جول ثالث، نعم نجح الوحدة في تسجيل هدف ثالث في المباراة وتمكنوا من استغلال خطأ فادح من كيم سونغ. العقاب كان سهل على كيم سونغ، الآن عقبه فعليا خطأ من كيم سونغ في هذه اللقطة. مبروك الفريق الوحدة ومبروك العبد الله خوغير الثلاث نقاط الأولى لهم في هذا الموسم بعد انتصارهم الصريح على الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل إضاعة الشباب ضربتي جزاء. مبروك أبو ماجد. الله يبارك فيك، الله يسلمك، الحمد لله. ايه؟ ثلاثة نقاط مهمة. نعم، من أمس التفاؤل كان موجود هذا. والله أنت أطلقت التحدي على خالد الزيد. ايه كسبتوها. ايه ونقصين قالوا ما هو فيه كان ايه؟ اليوم لو كان يعني فيه؟ الحمد لله أطلق التحدي لخالد الزيد واليوم ابتسم ألف مبروك، ألف مبروك. أيوة. نادي الوحدة، جماهير الوحدة، إدارة الوحدة، حقيقة ثلاثة نقاط مهمة في بداية مشوار، رغم أنه أنا أمس كنت متواجد معاك هنا. أيوة. وبأكد لك أنه مباراة الرياض فلتت من نادي الوحدة، كان نادي الوحدة حق بالثلاثة نقاط. أيوة. كان اليوم نحن ستة نقاط. أيوة. لكن هذه كرة القدم والحمد لله، مبروك مبروك جماهير الوحدة، مبروك. أيوة. الفوز، اللاعبين الحقيقة أنا اليوم عجبني المدرب. إيه؟ لعب بطريقة، وفي نفس الوقت ما أدري الشباب، أنا كرياضي وفني شايف الشباب طبعا في نقص عندهم وفي، بس لاحظت أنه مدربنا أخذ أسلوب جديد، ضغط على نادي الشباب من الشوط الأول، بيلعب ضغط عالي ضغط عالي. إيه؟ بيحرجهم في منطقتهم، صاروا صار عندهم مصباص كتير. إيه؟ صاروا الكرة ما بتطلع من معاهم. في نفس الوقت شجاعة انسلموا باخشوين
انه الكثافه العدديه في الهجوم. لو لاحظت الجول الاول وليد باخشوان في الطرف وبيستلم الكوره وبيعكس الكوره لنسلمه ونسلمه بيطلع وبيسجل. زياده الكثافه العدديه خلت نادي الوحده يسيطر على, وهذا شغل مدرب حقيقة. أيوة نعم. أمس اليوم اللي لاحظته ايه؟ إنه واضح وكان واقف هو طول المباراة. طيب أمس أنت تقول يعني إنه خطأ إنه إبعاد لا لا, لا 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 ما قلت لك خطأ ولا شيء. بقول لك من مشاكل, نحن كنا بنتكلم أمس على الانتخابات. لا لا انسى الموضوع الانتخابات الحين. ايه؟ الناس ماشيين. لا لا لا, لا 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 يمشوا إن شاء الله ربنا يوفقهم. هذا أنا دينا قلت لك ايه؟ أنا ما أخذ بالكلام هذا. أنا قلت لك إنه تفاجأنا إنه سيارة مشي وجاء المدرب هذا. المدرب هذا كان درب نادي الوحدة سنة الهبوط أعتقد 6 مباريات ولا شيء. لكن التكتيك اللي اليوم ولا مباراة الرياض أنا شفته كان كويس. لا. أنا بعطيك الحقيقة, ما بعطيك إن أنا أقول لك لا. فعلا اليوم كان المدرب كويس وكان حضوره وجوده. لو شاهدت المباراة أنا تابعتها وتوجيهه لهم وتغييراته حقيقة, رغم انه لسه نحن ناقصين 2 لاعبين اجانب مثلا قالوا المفروض لو جاهز ينفعنا. الحقيقة ثلاثة نقاط من نادي الشباب هذه حاجة ودفعة كبيرة لنادي الوحدة ولحضورنا, ونسلموا الكابتن حقنا وهدافنا بيسجل جدا جدا حلوة النادي الوحدة. اتمنى التوفيق في المباريات القادمة, وعندنا مباراة قادمة قدام الطائي حقيقة حضور حلو من جميع اللاعبين من المدرب. أتمنى لهم التوفيق وألف مبروك. هاد لك طارق. خسارة ثانية, الخسارة خلينا نقول الأولى والتعثر طبعا على أرضك, 5 نقاط والتعثر على أرضك يعني في المباراة الأولى أيضا بالتعادل. والله شوف الحديث طويل ترى, لما تتكلم عن 3 نقاط ما هي حديث عن 3 نقاط إطلاقا. لأنه هذا الفريق بهذا المستوى ما يروح بعيد أبد. مو ما يروح بعيد, ما يروح حتى وسط. لازم الواحد يكون صريح بهذا الفريق, يعني خطر كبير جدا. إن خامس أعتقد أصبح حلم. مركز خامس لا لا, لما تشوف أداء الفرق الأخرى قاعدة تأدي بشكل كبير أفضل منك. شوف هي مباراتين لا يمكن تحكم. قلتها في الإدارة السابقة. عطوا الفريق في الموسم الماضي أو اللي قبله, كانت أول 8 مباريات كانت كلها تعثرات من تعادل وخسائر, ما أعتقد إلا فوز واحد الموسم قبل الماضي. قبل الماضي نعم. كانت بداية متعثرة جدا. وما سمعت ترى كل هالكلام اللي قاعد يقال الآن على الوضع الفريق, لكن هناك ظروف كثيرة أوصلت هذا الفريق أن يكون بهذا الشكل الهزيل. فريق هزيل فنية. وحتى عناصري لما تشوف اللعيبة ما تحس هذا الفريق الشباب اللي يلعب. لو ما في تيشيرت ما تقول هذا فريق الشباب اطلاقا. لما بنيقة مو حلال كل شيء. بنيقة مو اللي يصد لك ولا يدافع لك. جهزوا لنا بالله ضربات الجزاء حقت الشباب يعني. شوف ضربه الجزاء الاولى حقت بنيقة. نعم هذه الثانيه ديالو. هذه الثانيه مين شاهدها؟ ديالو هذا المهاجم الجديد اول شيء. موفق للحارس. لا بتقول موفق للحارس اليوم عارف كيف يوقف. نعم موفق. وإن كنت أنا ضد بنيقة يعني يكون هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء, يسوي كل شيء إلا ركلات الجزاء. أنا بالنسبة لي 3 ضربات جزاء سجلها في البطولة العربية. أي بس إنه 5 هو ثاني أكثر لاعب فقدان لركلات جزاء وخسارة لركلات الجزاء في دوري المحترفين بعد حمد الله. حمد الله 6 وبنيقة 5. أستكمل حديث عن الشباب. أول شيء الموضوع ما موضوع إنه الآن وقعت وخلص, لا هي في تراكمات كبيرة. أول شيء خلنا نبدأ أن هذا الفريق ما في 5 محترفين فقط. هو أعتقد أنه أقل واحد الآن من ضمن الفرق الدوري روشن. 2 هذا الفريق قبل ما تستلم هذه الإدارة في 3 لعيبة طلعوا. كروتشياك البولندي راح الأبها أعتقد. جوانكا الدوري الإماراتي. أرون سالم الدوري الأمريكي. إلى الآن من يعوض إلا فقط ديالي. هذه من ضمن الأشياء اللي أشوفها أنا بالنسبة لي أشوفها أضعفت الفريق. برجع لك من بداية أول حلقة جيتك. الصراع الكبير صدق دباس دوسري في حلقة أنا شفتها
يوم تحدث انه يقول لك انه كرسي رئاسه الشباب انه هادي، اعتقد الزبل احد قال انه هادي، قال لا انه كرسي حامي وفي اسماء كثير مقبوله وغير مقبوله. كان حديثه ترى كان هو اقرب للواقع بكل امانه، وهذا اللي قاعد الان ندفع ضريبته. لانه في الانتخابات اول شيء ليش التاخير هذا كله؟ لماذا اجلت انتخابات الى ما بعد الدوري؟ وحسستنا انه هنا حتقام كاس عالم في السعوديه ومحتاجين انه لابد ان ننهي للدوري في وقت الدوري. كان التاخير مضر للفرق بالذات الشباب اضره، خاصه انه ما في توافق، ما في توافق بين انه يكون في انسحاب للانسحاب ما في شخصيه متفقين عليها الشباب، ما في شخصيه متفقين عليها. وحتى لو ما لم يدخل اثنين كان هناك الاستاذ ناصر كنعاني ومحمد المنجم كذلك، الاستاذ محمد المنجم كان بينهم حيكون في تنافس. القرارات اللي تاخر الان، موضوع استقطاب اللاعبين الموهوبين، كراسكو اللي كمل الان، موضوع كراسكو حيخلص لاعب واحد مو قادرين نخلصه، لاعب واحد ما انت قادر تخلصه الان. وهذا انا بالنسبه لي اقول لك عند اللجنه، لان الموضوع عند اللجنه ما له دخل الانديه، اداره الانديه، الانديه اللي عند واللاعبين اللي هم سوبر ستار عن طريق اللجنه هم اللي يخلصون. الى الان ما صار شيء، يعني الى الان لم يحسب، لم يتم التوقيع، تم الاتفاق ما في توقيع حتى الان. الى متى تفقد لك 12 نقطه 15 نقطه بعدين يجيك ويجيك لاعب ما هو جاهز؟ اذا كان كذا موضوع الخصخصه اوكي. انا مؤمن انه 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 مثلا الاختيارات الاربع الانديه لها اعتبارات ولها دراسات وانا احترمها جدا اوكي، لكن مثل الشباب من الانديه اللي تستحق انه على الاقل يعجل في موضوع اخرت لي انت انتخابات، اخرت لي اللاعبين، استعجل لي بالخصخصه. اعتقد انه لو فتح المجال استعجلت الشركات انه تخصص نادي الشباب. لماذا ما يكون له في اخر الموسم هذا بحسب ما سمعت انه في الربع الثالث من الموسم؟ عشان اليوم بس اقول لكم انه حتى الشباب ما هو الشباب الاول. طب انت الحين كلامك تقل علي قناه، تعرف انه اليوم في التراتبيه في النقل هو الثالث. بس السؤال لما تضع القناه الثانيه اللي الثاني في الاهميه تضع مباراه الاتفاق والحزم، لا يمكن اقارنها في مباراه الشباب والوحده. بطولات الشباب الوحدة أكثر بكثير من أحترم الجميع، ولكن إحنا نستغرب أنه حتى الشباب في النقل وضع الثالث. فلذلك أنا أقول لكم أنه وضع الشباب خطأ. طيب أنت ليش بديت الحين أنت تقول أنه والله في الإدارة السابقة قبل موسمين كانت 8 تعثرات للفريق في البداية، وأنا أتذكر أن الشباب كان في نصف الموسم هو اللي كان منافس على بطولة الدوري مع الاتحاد مع الهلال بنواف. اثنين انت ذكرت انه كأنه في حرب الآن شانينها ومعلينها على خالد الثنيان. ايه طيب ممتاز، يعني انت خالد الثنيان جيت كرئيس بكل تأكيد حاط في اعتبارك مثل هالأشياء. شوف انا لا دافع عن خالد الثنيان. خالد الثنيان في اول مبارتين ما كسب فيهم، وانا احمل الجهاز الفني والتأخير إدارة الأستاذ خالد ثنيان. خالد ثنيان استلم اليوم جاب بكرة مدرب، متى يعني كيف تلومه يعني؟ أنا ألوم بما أن النتائج سلبية أنا ألومه. إيه؟ أنا أحمله مو ألوم الوحدة، أحمله جزء من المسؤولية. نعم أحمل وليس منزه من انتقاد خالد ثنيان، ولكن تخيل معي أو مو تخيل، ارجع بالذاكرة من أول ما طرح اسمه بدأوا بالنقد اشتغلوا عليه. أتى لي بيع عقود اللعيبة، أتى لي تدمير نادي الشباب، أتى الآن أول ما خسر أو تعادل أمام الأخدود بدأ التغريض ضده بشكل مباشر، هجوم بشكل مباشر من بعد مباراة الأخدود؟ بعد هجوم مباشر تغريدات حتى من بعض أعضاء الذهبية. طيب ما كان في ناس تهاجم الإدارة السابقة؟ ما كان في ناس تهاجم الإدارة السابقة، وأنت كنت يعني عندك انتقادات كبيرة على الإدارة السابقة رغم أنها كانت إيش؟ منافسة. وين انتقدت؟ أنا ماني قاعد أقول لك أنه أنت عندك آراء حادة تجاه الإدارة السابقة. ما كانت آراء حادة أبدا. أنا لدرجة أن أقول طارق النوفل ليش 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 ما يتكلم؟ ليش ما يتحرك؟ ليش نسى الشباب؟ ليش يتكلم عن النصر؟ ليش يتكلم عن الهلال؟ ليش يتكلم عن الأهلي؟ ليش عن الاتحاد؟ إيه؟ ليش دائما تجاهل الشباب؟ أنا وضعت صامت، كنت صامت أكثر موسم ما تكلمت أبدا، ومع ذلك صنف على أني أحارب الإدارة. نعم طيب. صنفت على أني شخص أحارب الإدارة. لكن أنا لو قلت هذا الكلام اللي قالوه هم الآن يقولونه
في المواسم الماضية كان في تعثرات قال هذا الموضوع شخصياً الموضوع مع الإدارة. أنا كنت بالعكس هادي وأعتبر أصلاً الهجوم في وقته خاصة في البدايات وقلت أكثر من مرة ويرجعون لمقاطع الفيديو في البرامج السابقة قلت طيب إنه لا يمكن الثمان لا يمكن إني 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 يعني أقول إن الفريق سيء أو جيد في أول ثمان مباريات ما بانت هوية الفريق حتى الآن سواء بالسلب أو بالإيجاب هذا اللي أنا كنت يعني أركز عليه. تفضل أبوي. طيب إمكانياتي أنا كرئيس نادي توني قادم للنادي هذه إمكانياتي والموجود والمشاكل اللي أنا ورثتها من الإدارات السابقة ما عندي وقت حيتعامل وياها مستحيل إني أحل كل المشاكل بشهر أنا نفس كلامي اللي متابع للوضع البيت الشبابي يدري إنه في مشاكل داخل البيت الشبابي صح؟ نعم. طبيعي إنها أثرت على المستوى الفني على اللاعبين على المحترفين على إدارة الفريق كلها كل هذه مستحيل إن رئيس النادي بيجي بأسبوعين يحل كل الدنيا صحيح. أنا مو قاعد أبرر له بس أقول الرجل أيضا لازم إنه يواجه مثلا انتقادات ويشتغل على خطة طويلة ويمشي يعني هذا الواقع يعني ما تقدر تغيره. أستاذي كريم سلطان شوف الإدارة السابقة أول ما حضرت أول ما جت وأنا ما كنت أتكلم أبدا الآن أتكلم أول ما حضرت في منهم الآن يهاجم خالد ثنيان في أول مرتين قال أعطوا إدارة السابقة الإدارة خالد بلطان أعطوها موسمين للاستقرار بما فيه من نفس الرئيس خرج وقال موسم الأول موسم توازن موسم ثاني موسم استقرار وموسم ثالث موسم بطولات ومنافسة منافسة حقق الموسم الثالث منافسة بطولات ومنافسة ووعد بالذهب هو وعد بالذهب في تصريح لما ينافس في لما قال منافسة قال الذهب حتشوف هنا ممتاز بس لما ينافس أنت تعتبره فشل كيف؟ لما ينافس تعتبره فشل لما أنا أصرف 100 ومنافسيني يصرفون 500 تعتبره فشل أني لما أوصل معهم وهو نفسه قال الريال عندي أنا إيه؟ زين عن 5 عند غيري طيب هو أنت تعطيني الرأي وأنا أرد عليك بكلام إيه؟ أنا أرجع لكلامه لأن هو اللي يدير إيه؟ والكلام منسوب له هو المسؤول عن الكرسي اللي جالس فذلك أنا أتكلم على الإدارة السابقة وعدت ما صار في ذهب بعد إحنا نتكلم قبل كم أول حلقة قبل أمس كنت موجود كان يقول مباراة الأرجنتين إنجاز يقول لهم إنجاز فوز على الأرجنتين ما كان إنجاز نعم كان فعل صدفة وكان لها ردة فعل كبيرة جدا عالمية لكن ما هو إنجاز ما هو مثل إنجاز التأهل لدور 16 كأس العالم بكل صراحة إن لما تنافس التاريخ ما راح يذكر كان أنت كنت أكثر هداف ولا راح يذكر إنك أنت كنت تنافس التاريخ راح يذكر أنت كم مركزك يعني التاريخ ما راح يكتب إن السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم ما فهمت هذا مو إنجاز ها؟ نعم سيكتب لكن ما راح يقول هذا إنجاز مجرد كتابته يعني وإنك توقف عند هذا معناته إنه إنجاز بالنسبة لك مع احترامي يعني لا لا لا, لا. وجهة نظرك لما أنت تتأهل تفوز على بلجيكا وتفوز على المغرب ما اختلف أنت ليش تقارن منجز بمنجز يعني لا أنا يعني بس يعني أنت وش أفضل أكيد أن التأهل أفضل المثال للتوضيح فقط لا غير لما تقول أنت منافس أنا لا يمكن أقول والله في موسم 2020 كنت منافس ما راح أذكر التاريخ أن كنت منافس لكن موسم 20 أقول لك أنا بطل الدوري في فرق ولا ما في فرق لا بس في فرق إيه بس بقولك شيء المنافسة طيب. المنافسة ليست هدف أنا متفق معك هو طريق للوصول إلى الهدف البيت الشبابي فيه مشاكل أنا حسيتها من أمس من الكابتن خالد الزيد في مشاكل كثيرة في البيت الشبابي وش تقول أبو علي حقيقة نادي زي الشباب نادي عريق وكبير ومنافس قوي ما نحب نشوفه بالشكل هذا ولا نتمنى إنه الشباب يرجع ينافس ويكون عنده أنتم كان عندكم خمسة مرشحين لرئاسة الوحدة صح؟ أيوه نعم ما شفنا مشاكل عندكم لا لا لا, لا إن شاء الله ما في مشاكل ليش صار في خلاص نحن مع الإدارة الحالية بقول لك على الهواء مبروك ونحن معاهم ما اختلفنا نادينا احنا الآن احنا نتكلم على وضع الفريق الشبابي الآن مع الإدارة ليش الحالية ليش تجريم أي شخص حول مع الإدارة الحالية المنطق والعقل يقول لك تقلب الصفحة نعم وتبدأ من جديد هذا المنطق صحيح هذا المنطق نعم والعقل نعم انت الآن انت تبغى انت الآن معليش مو تحيل صفحة قديمة المناصرين للإدارة السابقة يبغون تعثر خالد ثنيان على اساس يقول لك والله شفتوا احنا صح لما طلبنا فيه اللي صحيح. الان مع خالد ثنيان برضو نوعا ما فيه مبالغه شوي بنواف في ناس بتفكر بالعقليه ما اتكلم اللي مع خالد ثنيان في هالمرحله هذه وانا على فكره بس عشان الناس ما إيه؟ يحسبون لي دور انا ليس لي اي دور في اداره الاستاذ خالد ثنيان إيه؟ دوري مثل دور مع اداره الاستاذ خالد بلطان ما عندي دور شوف اذا سمحتوا لي ودي اصدق ولا والله صحيح ما لي دور مصدق يا ابو سالم سم ما لي دور انا مصدق. دور ما لي انا بالنسبه لي كنت قريب في المرحله هذه ايه؟ اعرف ان ابو محمد ما كان له دور
ما له دور. بس اعرف واحد ثاني له دور. ابو ساره بس في ناس دحين في واحد ثاني كان له دور مهم جدا. انا اعرفه؟ وإيه تعرفه. وقدر يلعبها اعلاميا بشكل ذكي. واستطاع والله يا ابو نواف معقوله في الزمن هذا الاستاذ خالد ثنيان اعلامي كبير متمكن لا من جد يعني شو تقول وصلنا للتطور هذا وصلنا للمراحل هذه وصلنا انه بالدوري حقنا والقوه هذه والامكانيات والدعم اللامحدود الحكومي لسه نفكر زي كذا عشان كذا خسرت الانتخابات لا ما بفكر عشان كذا اكيد عشان كذا هو عمل دحين المفروض كل اللي يعمل يجي اللي بعده يعمل ويكمل اما عمليه انه انا ضدك ونحن ضد اداره البلطان ولا وضد الثنيان وضد الخوقير وضد اي هذا واقع يصير في الانديه واقع لا بس خلاص انتهى الان مع الصندوق اي انا اقول لك نقلب الصفحه ونبدا من جديد بالضبط زي ما قلت نقلب الصفحه انت تتكلم عن مفترض بس مو صاير لانه هذا لا الشباب في ناس موجودين في ناس موجودين محسوبين على الشباب الان هدفهم يشققون الصفحه قلت محسوبين يشققون الدفتر دور رئيس بالذات في النواحي بالذات في النواحي الاعلاميه دور رئيس او مجموعه او دقيقه خلوا الرجال يكمل في حر في في شوف فيه وخلني اكون واضح المعاناه اللي عاناها الرمز الشبابي الامير خالد بن سعد حين تولى رئاسه النادي قبل سته مواسم سيعاني منها خالد ثنيان في رئاسته الحاليه نقطه اخر السطر نعم ايش تقول ابو احمد؟ دقيقه يا ابو محمد موضوع الانتخابات ترى موضوع حضاري وثقافه لازم يعني الشارع الرياضي وجو الجماهير والاعلاميين لازم يستوعبون هذه المرحله انه في انتخابات لازم يكون في عده مرشحين وواحد منهم راح يفوز الان الوضع الحالي في الشباب عشاق الشباب الحقيقيين اللي ما يبغون الشو ويبغون الاعلام ويبغون كذا مثل ما قال ابو محمد يفترض الان كلهم يكونون يد واحده مع الرئيس اللي الان اصبح واقع خالد ثنيان الان واقع وتهم مصلحه الشباب اذا يجب على الشبابيين كلهم يصطفون خلف خالد ويؤيدون قراراته ويحاولون يساعدونه بكل ما يستطيعون اما اني انا كاعلامي او اجي اقول انا شبابي واحب الشباب واجي اضرب في الشباب يوم ليل ونهار الشباب على سوء الظروف اللي كانت موجوده شفناها في البطوله العربيه كيف قدم المستويات مستويات وهذا هو ما عنده أجانب على مستوى عالي إلا بانيغا وياغو سانتوس وأشياء كثيرة جدا حصلت أثبت الشباب أنه لعيبته رجال وأنه وراه إدارة جيدة ترى لو ما كانت الإدارة ممتازة جدا في البطولة العربية ما ظهر الشباب متى بدك تقيم إدارة خالد ثنيان عشان تقول أنها ممتازة لا اللي عملوه في البطولة العربية ثق تماما لو ما كانت الاداره ممتازه في البطوله العربيه ما وصل الشباب الى دور الاربعه، المستويات اللي قدمها الشباب معناته خلفهم اداري ها واضح جدا، خلفهم اداره حفزت اللاعبين وقفت مع اللاعبين وساندت اللاعبين وقدموا مستويات عاليه جدا. راي عاطفي هذا ابو احمد لا مو عاطفي والله ما ينجح فريق ايش تقول يا فواز؟ أقول ممكن اكمل؟ كنت بروح ما خلصت؟ لا اكمل بس فضل. ما راح ينجح فريق إذا العنصر الإدارة مستوى الإدارة ضعيف ما راح ينجح الفريق الإدارة لو ما كانت جيدة وتعاملت مع اللاعبين بشكل جيد في البطولة العربية ما قدم الشباب مستويات رائعة طيب. الآن الشباب في مرحلة انتقالية يجب التفاف الشبابيين كلهم إيش تقول يا فواز؟ أنا كنت بتكلم على فوز الوحدة أبغى أخرج من إطار هذه لأنه ما في حتى رؤية بالنسبة لنا نطرحها للشباب يعني حتى الإدارة الجديدة نقول مثلا في ناس يحاربوها أيوة. طبيعي هذا لازم هو يكون محصن فريقه يكون قوي يكون قادر على تقبل الضربات والعمل إلى الأمام اللي أنا بقوله إحنا نبارك للفريق الوحدة ونوجه رسالة لسلطان أزهر سلطان أزهر شاب جميل قادر على إدارة الوحدة وفاز في الانتخابات نقول لمجموعة مجلس إدارته عندكم القدرة لأنه هذا الفريق الأحمر فريق الغرام والعشق والحب وكرة القدم الجميلة اللي أوجدت عبد الله خوقير وحاتم خيمي وناصر علوي وحسن السيد ومجموعة كبيرة من عباقرة اللعبة وغذت ملاعب الكرة السعودية أيضا بنجوم كبار نقول فرصة نجاحك مع الوحدة موجودة لابد أن تعمل على هذا النجاح لأنه نجاحك
مع الوحدة وتدوين اسمك في تاريخ مكة مع الوحدة لا يوازيه نجاح، حتى على مستوى صفقات التجارة، غرفة التجارة، المشاريع الأخرى. هذا تاريخ قائم من أيام عبد الله عريف وأستاذنا الصبان والبصنوي والأسماء الخالدة في تاريخ الوحدة. أنا أقول لسلطان أزر فريق ماشي كويس، اليوم صار عندهم تعاقد اللاعب العزيزي في الوسط، قالوا قالوا جاي على الفريق. لا 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 ابدا، ان شاء الله يا رب انه الوحده تكون حاضره والشباب يحطوا يدين في يدين بعض. النادي نادي الوحده، النادي نادي النادي نادي الوحده، ونحن رياضيين وفنيين. هيذك الرجال يعني ذكريات، ذكريات جميله وكذا حقيقه. ثلاثة اليوم فايز ثلاثة، وهو يتكلم شاعرنا هذا، انا مسمي شاعرنا هو يتكلم. انت لذيذ برضه، كنت قبل البرنامج اقول له الله على فريق ابو رجيل. ماشي طارق على السريع، عندك دقيقه واحده. نعم نعم، خلي اتكلم الان. الكلامي للجمهور. في الموسم، في المواسم الماضيه عندما خسر الشباب من العداله على سبيل المثال، ادخل شوفوا، رجعوا التاريخ وتشوفون، كان هم الاشخاص الان يهاجمون، اللي يهاجمون الان الاداره الحاليه، وانا لا دافع عنها، والله لو اخطات والله لن تسلم مني. لكن كانوا يقولون الخطأ خطأ اللاعبين، ما يستاهل هذا اللاعب فلان، من المدرب بقاؤه خطأ. ما تجرأ واحد منهم قال خطأ إداري، رغم أنه كلاكيتي تكرر خمس مواسم. يبدأ الشباب ينافس في آخر عشر جولات يخسر. نفس هذه الطريقة. الأمر الآخر، هم نفسهم هذول الآن ارجعوا للحسابات اللي كلها موجودة الآن بما فيهم الناس يعني الداعمين للمنافسين، المنافسة الاثنين كلهم الآن قبل أن يبدأ الدوري وقبل أن تبدأ المنافسات كلهم يقولون، يطلقون حملات لا لبيع عقود اللاعبين. حسان تنبكتي ومتعب الحربي، صح ولا لا؟ وهم في مساحة، طلع ظهر رئيس نادي الشباب السابق وظهر في مساحة وقال أسباب بيع عقد إيجالو لأن في ديون، كان مدام في ضغط بديون بيطلع بلا يعني يسمع. والآن يطالبون ويثبتون تغريداتهم في حساباتهم بوجوب إصدار بيان. طيب في مساحة، كيف قبلتوه هنا تبون النادي يصدر بيان؟ الدعم اختلف يعني، بس أنا لا بس الدعم اختلف. صح لا صح، الدعم اختلف. كيف الدعم؟ الدعم اختلف. أنت الآن الدعم في هالسنة هذه غير الدعم في السنوات السابقة، يعني مهم بحاجة كل الأندية إلا بحاجة. بحاجة الآن، الآن إذا نتكلم على مبدأهم الآن أكثر ماشي. انا طيب. لا انا ارفض بيع العقود، عقود اللاعبين، لازم ولكن فاصل. بين قوسين هي الشخص انا ماشي. فاصل قصير ونرجع.
فريق الفتح بثلاثية، الكرة ملعوبة عند روبين كوايسون، تصويبه الثالثة ثابتة يا روبين. إباك أيمن دحمان يسجل معها الاتفاق أول أهدافه، فرقة ستيفن جيرارد إذن تتقدم بالنتيجة في هذه المباراة ويتوج الأفضلية. روبين كوايسون من صنع الهدف الأول الملغى يسجل أول أهداف المباراة في هذا اللقاء من تصويبة قوية كانت صعبة على أيمن دحمان. هنا الحزم التي تأمل الوصول إلى هدف التعادل، خطأ آخر هذه المرة من طلال، الكرة عند فيتينهو، فيتينهو، فيتينهو لا تخطئ أمامه، هدف ثاني من البرازيلي فيتينهو، فيتينهو يسجل ثاني أهداف الاتفاق في هذه المباراة على أرض الحزم ويصعب الأمور من جديد. شوف اللقطة الماضية، التصويبة صعبة جدا على أيمن. ألف مبروك للاتفاق تحقيقا النقطة السادسة. نعم هذا الاتفاق اللي نبي فوز ورا فوز، ويدخل الاتفاق اللي احنا نعرفه في المنافسة، وفوز بالتأكيد مريح للإدارة الجديدة إدارة سامر المسحل. تقول أنت اتفاق جديد منطلق من بداية الدوري وبداية قوية، 6 نقاط كالإدارة الجديدة والكابتن عمر باخشوين، من أعلم التوفيق حقيقة، شيء مفرح لانه لنا كم سنه ما شفنا نادي الاتفاق بدايه الدوري يكون بالشكل هذا. نعم تكلم على 6 نقاط ابو نواف، ترى حصد النقاط مهم في ظل الدوري هذا. احنا حنجلس هنا بعد فتره ونتكلم على قيمه نقطه. نعم صعب خاصه في ظل النتائج الثانيه في ضي و نعم بعض الفرق المرشحه قاعد تخسر نقاط. شفت خسارة ليش أنا كنت زعلان أمس لما قلت لك خسرنا من الرياض، لكن اليوم المكسب الحمد لله كويس، وزي نادي الاتفاق الآن يحقق 6 نقاط كويس مع بداية الدوري. أول شيء مبارك من فريق الاتفاق صراحة، 6 نقاط في توقيت مناسب. نعم كفريق أنا أقول بعد الأربع الكبار اللي أقول فرق الصندوق مثل ما أسمع هو من أحسن الفرق قاعد يشتغل أمور فنية داخل الملعب سواء محترفين أو جهاز فني، لذلك اتفاق أنا أتوقع أنه ماشي صح. نعم طيب أنت الآن تشوف الاتفاق مختلف عن السنتين اللي راحت هذه اللي عانى فيها، خلينا من ناحية فنية انسى النتائج، من ناحية فنية تشوف الفريق مرتب خلال المباراة اللي راحت؟ أتفق مع طارق، صعب أنك تحكم على الفريق من مبارتين يعني عشان بدنا نكون منصفين يعني ما تحكم، لكن اللي قاعد نشوف الحين فيه عمل وفيه إنجاز وفيه نتائج. يقول لك تباشر إذا استمر العمل يعني خلينا نقول 3 جولات القادمة، خلينا نقول أول 5 مباريات أعتقد أكيد إنه فيه عمل فني، لكن أنت تفوز اليوم على النصر وتفوز اليوم أيضا المباراة، أتوقع اليوم إن الحزم 6 نقاط جدا ممتازة. أنت على غير أنت بادئ ب6 نقاط، غيرك عنده 0 غيرك عنده نقطة، ترى راح تفرق معك مع أن تونا نقول نسم طويل الدوري، لكن اتوقع اتفاق راح يكون بالفرق المقدمه على حسب المستوى اللي قاعد اشوفه الحين. ممتاز عبد الله، لها يعني بغض النظر حتى لو قلنا مبكر الموضوع، لكن لها دافع معنوي بالنسبه للاعبين بالنسبه للاداره انك انت تبدا هالبدايه السليمه خلينا نقول بتحقيق 6 نقاط فريق الاتفاق. طبعا الطقم كامل جديد يعتبر. أيوة. اللي هو اداره الفريق، مدرب الفريق، بعض اللاعبين الجدد اللي تمت اضافتهم للفريق، البداية تكون جيدة، هذا يعطي دافع معنوي للمباريات القادمة والقادمة الأيام. البداية ب6 نقاط من بداية الدوري، من بداية الدوري قوي جدا، يعني مبشرة بالخير للاتفاقيين، والاتفاق يستاهل، فريق كبير وعريق وتاريخه كبير جدا، ونتمنى رجعته بأمانة للمنافسة. وأعتقد أنه جميع الأندية سواء الاتفاق أو الشباب أو بقية الأندية الأندية 18 كلهم يعني إذا بدأ التخصيص راح ترعاهم شركات كبيرة جدا، وقد نشاهد الموسم القادم أنه في يعني في لاعبين يعادلون اللاعبين اللي موجودين في الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. فيعني إذا كان مستواهم الاتفاقيين وبقية الأندية بهذا المستوى الرائع جدا، مثل ما شفنا التعاون اليوم قدم مباراة كبيرة، الاتفاق قدم مباراة كبيرة، والوحدة كذلك، إذا بهذا المستوى وهذه الإمكانيات قاعدين يقدموا مباريات جميلة وممتعة ممتعة فنيا، فما بالك في يعني لو حصلوا على دعم كبير جدا. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله،
وهنيئا للاتفاقيين ومبروك الجمهور الاتفاق. طبعا كلام اللي قالوه الشباب كلام جميل على الاتفاق، لكن انا اختلف مع ابو احمد في نقطه ان فيه ان كل شيء جديد عندهم الاداره والمدرب لا انا بوجهه نظري ان عندهم استقرار اداري. منين جاء الاستقرار الاداري؟ ان فتره ما بين الادارتين كان اللي متولي الامر الاستاذ خالد الدبل واستاذ حاتم المسحل. اللي فاز بالإدارة الجديدة سامر شقيق حاتم، ومعه في العضوية فهد شقيق خالد. ففترة الصيف كان خالد الدبل وحاتم المسحل فيما حسب قراءتي المشهد هم اللي كانوا وراء إعداد الفريق، وهذا الشيء اللي كان ينقص نادي الشباب. فرق في الاتفاق، كان فيه إدارة عارفة وش تبي، ضخوا مبالغ مالية خالد الدبل وعند عبد الرحمن راشد، بس خالد الدبل كان ضخ مبلغ مالي وكان له دور في انتخاب وترشيح الإدارة اللي فازت بالانتخابات. بعكس نادي الشباب ما في ضخ مالي كبير، ويتوقعون أنهم بسهولة بيسيرون أمر النادي وسينتقلون المرحلة المقبلة بسهولة، وهذا مو صحيح. أنا سبق أني قلت هنا قبل في رمضان الماضي كرسي نادي الشباب غالي وفيه ناس تخطط عليه، وهذا اللي صار. بس في شيء أبغى أقوله للاتفاقية، ست نقاط في بداية الدوري جدا رائعة، ولكن لا تغركم، لأن في الأخير ترى أنتوا فزتوا على فريقين من فرق مؤخرة الترتيب، النصر صفر نقاط، الحزم صفر نقاط. نصر برضه أنت على موضوع النصر. لا 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 شوف هذا الجدول لحظة الترتيب، هل أنا قلت معلومة خطأ؟ النصر لما تفوق مؤخرة الترتيب شلون؟ يعني المحصلة الآن أول مباراة في الدوري، أول مباراة نصر. بس لما أنا الحين أقيم على الماضي، أنا أقيم على الجولتين يا أخي، إذا أقيم على الجولتين لحظة أقيم على الجولتين لعب مع المتأخرين. النصر والاتفاق لعبوا في أول مباراة في الدوري صفر، الحين الترتيب شلون؟ صفر نقاط، أنت فزت على فريق ما فاز في مباريتين، شوف والحزم ما فاز مباريتين، صفر نقاط صفر نقاط. طيب أنت قبل شوي تقول لا تقيم، أنت تقول لا تقيم على جولتين قبل شوي، شلون الحين تقول أنا أقول لهم أقيم على جولتين؟ أقول لا تغركم، ترى فزتوا على فريقين إلى الآن رصيدهم صفر الآن في الترتيب، ترى مؤخرة يعني وضعهم الفني ليس في أحسن حالات. هذا كلام أنا ما أقدر أعدي، لأنه شوف أبو ساري يعني ممكن يحاول يصنع إثارة جميلة، لا مانع. لا 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 يعني شوف ما أصنع إثارة، معليش أنا أقول الواقع. طيب خلينا، قاطعتني قبل شوي، يعني انت كل شوي قاعد شغال لي كذا. لا والله ما قاطعتك، والله ما قاطعتك، قاطعتني وما عندك الا كذا، ما في الا شغال لي كذا. ابدا ما قاطعتك، عديت لك المره الاولى كذا. لا مو حلوه ترى دي، مساري طيب لو سوي كذا بعد اذنك يا طويل العمر ممكن اتكلم، لكن ترى قاطعتني الان. قبل شوي زعلان تقول ليش تقاطعني قدامك سم، ما قاطعتك الان، ما خليتك مساري، ما خليتك اكمل خلاص مساري، لا باقي تبغى اكمل، ما قاطعتك باقي اكمل، خلصت كلامك وقول حول المحور راح لابو نواف، وابو نواف غيرتي فواز رجع. معليش يا جماعه لا توصفوا لي اللي صار، انا موجود هنا يا اخوان، مستحيل اقاطعك. لا لا قاطعك، لا 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 معليش يا ابو احمد انسى الموضوع هذا، كمل يا اخي. لا 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 شوف لحظه، كم رصيدك انت الحين؟ صفر. لا 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 انت رصيدك صفر، ما قلت شيء غلط. انا ما راح ارد على الكلام ده، بعض التجاوزات ما معليش. طيب ما عندي تجاوز، لا معليش مو انا اللي اتجاوز، معليش تباس الدوسري اعلامي متمكن يعرف ما يقول، لا يتجاوز على احد. لا لا تجاوزت، ما تجاوزت على النصر وتحكمت. لا لا مو صحيح، لا ما اتجاوز. طيب لا 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 دقيقة ونادي من الكبار ما نسمح لك تتجاوز عليه. طيب تسمح لي ما تسمح لي مو قضية، معليش انت رايح علي منك، تسمح لي ما تسمح لي، لما تسمح لي بل تسمح لي، اذا استأذنت منك لا تسمح لي. ابو احمد انا موجود، لا تسمح. دقيقة يا ابو ساري، ما تتحكم على النصر يا ابو ساري، الله يرضى عليك. دقيقة اسمح لي، دقيقة قل رايك، الله يرضى عليك، قل رايك الله يرضى عليك ابو احمد، قل رايك الله يستر عليك يا ابو ساري، الله يرضى عليك. قل رايك انت، الراي يقول انه النصر قريب من الهبوط، وش ذا؟ هذا منطق؟ معليش معليش انت الان، يعني انت وش ذا تهكم؟ ممتاز ممتاز، وش نسميه انت الان؟ وش نسميه؟ رد النصر خسر مباراة، رد عليه، رد عليه، رد عليه، رد عليه، رد عليه،
رد عليه. لا 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 شوف انا بقول لك شيء، يوم نتكلم بكلام منطقي وكلام عقلاني احنا في برنامج عقلاني احترم عقليه المشاهد. في اول مباراه ابو ساري في اول مباراه اني اتكلم كلام غير عقلاني ابو ساري ابو ساري انت بديت لحظه لا 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 تقول لي اسمح له ما يسمح له. انت بديت كلامك في هذا الموضوع بان النصر رفع الرايه خطر هبوط يعني هو رد يرد عليك. لا لا يرد يرد عليك ما يقول لي ما اسمح لك لا طيب. ما ولا يتهمني يقول كلام. انتهينا من هذا الموضوع انتهينا من الموضوع صحيح. طيب كلام مو صحيح. وانت في بدايه الدوري تجي تقول لي هبوط هذا كلام عقلاني؟ لا ما هو عقلاني. لا طيب. بلا عقلاني ماشي دقيقه دقيقه فواز تفضل تفضل دقيقه خلاص يا اخوان خلاص فواز تفضل. نعود للذاكره الرياضيه الجميله البهيه اللي نتكلم فيها عن الاتفاق، الاتفاق اللي احنا كنا زعلانين في السنوات الماضيه على مستوى المتذبذب الان يظهر. نتحدث عن جيرارد احد عمالقه الاسود الثلاثه في المنتخب الانجليزي اللي صنع وجه التسعينات الانجليزيه ونجوم ليفربول. نقول إن جيرارد هذا الفريق اللي انت الان بتدربه هو تاريخ وارث كبير بالنسبه لنا كعشاق كره القدم السعوديه، يعود للكابتن خليل الزياني وعمالقه فورميجا وغيره من المدربين اللي اداروا هذا الفريق، مجموعه النجوم الذهبيه صالح خليفه وعيسى خليفه وعبد العليم عمر دائما ذكروا ابن المدينه اللي وصل الى الشرقيه وكان احد عمالقه اللعبه. نقول هذا الارث الكبير اللي قال عنه يوسف كامل الله يرحمه في يوم من الايام الزميل الاعلامي العزيز اللي قال فيه انه الاتفاق اول من ادخل الذهب الى جزيره العرب بعد سواري كسرى في احد المقالات اللي كتبها في جريده اليوم، الاتفاق اول من ادخل الذهب الى كره القدم السعوديه، كان تاريخ حافل وعظيم على مستوى الساحل الشرقي. احنا اليوم بهذا الفوز نقول مع إضافة الفوز الأول رغم أنه الاتفاق ما كان منه مطالب أنه يفوز على النصر، الأهم الاتفاق يفوز على الفرق اللي هي خلينا نقول على نفس المستوى اللي احنا نتمناه، لكن استطاع أن يفوز على النصر وقادر أن يفوز على الاتحاد والأهلي والهلال. ولذلك مع كل مباراة وكل متنفس جديد أتمنى جماهير الاتفاق دائما يدعموه، المحبين الاتفاقيين القدامى، التوليفة الجميلة اللي حاصلة على إدارة الاتفاق الحالية الحين ماشي. أتمنى تواصل جهدها. طيب الفتح تغلب على الخدود أيضا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، نتابع أهداف المباراة. الموسم الماضي أنهى الموسم في المركز السادس، لعب 30 مباراة فاز في 13 لقاء، محاولة عرضية خطر الله إلى كريستيان تيو، لم يظهر كريستيان بمهارته بحلوله، يظهر باني. يا سلام مر كريستيان، مر من الأول والثاني، العرضية حاضرة والكرة خطرة. الله 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 يا مراد باتنا، هو هو هو، ما في غيره ما في غيره مراد باتنا. لكن عينك 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 على تحرك كريستيان تيو، النظرات اللحظات الصورة التسديدة. الله هدف ثاني لمصلحة النموذجي كريستيان تيو يسجل. كريستيان تيو مر، كريستيان بالمهارة، كريستيان بالانطلاقة، تيو الآن مهاراته كراته عن ذير. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، على هدف، على لقطة، على كورة. مبروك للفتح، هذه ثلاث نقاط أمام فريق الأخدود. عندنا جدول مباريات الغد بإذن الله، بداية من أبها مع الرائد، الهلال مع الفيحة واللي بتشهد تقديم النجم العالمي نيمار، وأخيرا مباراة الاتحاد مع الطائي. سريعا يا أخوان عشان الوقت، أبدأ معك أبو علي، حديث عن المباريات بسرعة. والله الأنظار كلها بتكون بكرة على مباراة الهلال والفيحة، وجود نيمار أعتقد بيخطف الأنظار غدا في المباريات، لكن أيضا لا ننسى الاتحاد مع الطائي وأبها مع الرائد في الجولة الثانية. أعتقد الهدف بيكون في المباراة الموجودة من يكسب النقاط. نعم أبها والرائد، فواز لا خل فواز
للأخيرة. ايوه خليه لا عطاها هو طيب يبقى. لا ما بنعطيه الاتحاد والطائي عندك أيوة أبها مع الرائد يا ابو ماجد. الفريقين تعرضوا للخسارة في اول جولة هذه المباراة، عشان كذا متقاربين في كل شيء. حتى النتيجة بكرة ممكن تتوقع ان تعادل، ما في فروق يعني انه هذا فارق عن هذا. الطبيعي انه متعادل الاثنين. نعم. طيب ابو احمد عن المباريات بكرة. والله طبعا الهلال والفيحاء راح تخطف الاضواء. والاتحاد مع الطائي مباراة قوية جدا ترى، يعني فايزين الاثنين في المباراة اللي راحت الاتحاد والطائي. وايضا ابها مع الرائد اتوقع فيها، يعني الرائد يمكن يكون ما هو بعيد عن ابها في كمستوى فني. ولكن انا ابغى اشيد بصراحه بالمباراه اللي شفناها قبل شوي اللي هي مباراه الاخدود والفتح. الاخدود والفتح، واهني الفتحويين على اللاعبين اللي موجودين عندهم كريستيان تيو وايضا لوكاس والمدرب لوكاس والمدرب ايضا ادوا مباراه جميله جدا. كريستيان تيو لاعب راح يتعب الفريق كله. ممتع جدا جدا ممتع. سجل هدفين وصنع هدف، وايضا صانع الهدف الثالث لوكاس لاعب كبير جدا. ماشي. هذول اللاعبين راح يكون لهم اثر في الفتح. نعم. والفتح ما راح يكون صيد سهل لكل الفريق. ابو محمد اختصارا انا اعتقد انه هي مباراه متكافئه بين الابها والرائد، وان كنت ارشح ابها على ارض ابها. نعم. بكل تاكيد مباراة الهلال أكيدا ستخطف الأضواء العالمية. الكل سيشاهد مباراة الهلال وأرشح الهلال، كذلك مباراة الاتحاد هو الاتحاد هو المرشح بغض النظر عن وجود نيمار. الناس أنا قاعد يشوفون الهلال الآن تركيبة، هل بدأ الانسجام أكثر فأكثر أم لا؟ لاني انا اعتقد ان القادم بقوه من خلفه هو الهلال. نعم. وكل انا ارشح الاهلي، لكن اتوقع الاهلي والهلال هم المنافسين. نعم. بس حفل تقديم نيمار الساعه 7 وربع بيبدا، ايش رايك في مباريات الجوله بكره؟ والله شوف انا اتوقع واتمنى فوز عشق الطفوله ابها على الرائد، وايضا اتمنى طبعا عشان يصير في توازن وفيه حيويه في الدوري، اتمنى فوز الطائي على الاتحاد، واتمنى ايضا فوز عشق الطفوله الفيحاء على الهلال. ما شاء الله. طيب حبيبنا بالمباراه الاتحاد والطائي عندك فواز، وخلينا نشوف في تاثير بالاحداث الاخيره اللي صايره في مواجهه التحادي. الدعوه لمقاطعه المدرج، شكرا مدرج الاتحاد الكبير اللي ها سولد اوت. ايوه يعني اقول لك امام المقاطعه الاتحاد بكره حيكتسح امام طلب المقاطعه. شكرا جمهور الاتحاد. ساعه واحده وانتهت. اللي استطاع انه انه يثبت على انه هو المدرج الصعب المهم. الاتحاد سيفوز على الطائي، فارق فني كبير. نعم. الاتحاد في الامام قوي وتكلمنا عنه كثير. المخاوف على على المدى البعيد هي في الدفاع واهميه المدافع. مباراه الهلال نتكلم عنها. لا في تاثير على الوضع الان في المباراه بالنسبه للاتحاد؟ لا الوضع الاخير. لا لا ابدا ابدا. سيظل الاوضاع اللي محيطه حول النادي والمناقشات واهميه التغيير والتبديل قائم، لكن داخل الملعب بقياده المدرب هم عارفين ايش يشتغلوا. لو خسر الاتحاد بتكون نفس الكلام؟ لو خسر الاتحاد بكره بتكون نفس الكلام؟ لو خسر الاتحاد بكره بقول في الدفاع مكشوف. ومستحيل فريق يكون ولا لها دخل اي شيء صاير برا الملعب. هو اللي اصلا اللي برا الملعب هذا شايفه، سواء كان الاداره القرارات الاختيارات دائما تنعكس على داخل. لكن احنا نقول بكره يعني مباراه ليست امام الهلال وليست امام النصر وليست امام الاهلي، ولذلك انا ارى بانه يعني لو قليل من التركيز يفوز الاتحاد. اسمح لي يا ابو نواف. اسمح لك. شخصيه المدرب نونو سانتو ولاعبين الاتحاد قيمه بنزيما وحمد الله وروما وكونر، هذول لاعبين كبار ترى ما بيدخلوا. اعتقد حتى لو حصلت المشاكل واللعيبه تغيير هذا اللاعب جاي لا الاداره مشاكل دي برا مع مدرب كبير. مع احترامي النادي الطائي فريق كبير، نادي الاتحاد هجوم قوي زي ما تفضل فواز، لاعبين وسط على مستوى عالي. اللاعبين الكبار يسقطون مدرب ابو ماجد؟ لا 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 ما عندهم النيه هذه اصلا. ما في الكلام موجودة. ما في الكلام ده، ما في الكلام ده. شخصيه المدرب موجوده ولا شخصيه اللاعبين موجوده، بالتالي المشاكل اللي برا هذه انساها بكره في مباراه زي كده انساها. متى تكون المشاكل اللي برا تاثر؟ نعم. اذا دخلنا في المعمعه ماشي.
وصلنا لختام الحلقة. شكرا لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا اللي كانوا معي في حلقة اليوم. بإذن الله موعدنا بكرة الساعة 11:00 مساء. تصبحون على خير.